نصوص الاتفاقية الدولية اللاحقة على النصوص الوطنية التنفيذية يجب أن تلغي هذه النسخة. أيضا النصوص الحالية في مجلس القوانين الوطنية، حتى هذه النصوص قبل ما تتعارض مع الاتفاقية الدولية هتتعارض مع ايه؟ مع الدساتير الوطنية نفسها. الدستور، مفيش دستور في العالم لا ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الرجل. دستورنا في 2014 زي ما قلت لكم كان أكثر صراحة وألزم الدولة بذلك من أشكال التمييز ضد الرجل والمرأة والمساواة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية زي ما قلت لكم المادة 11 من الدستور الجديد. يبقى النصوص التمييزية اللي موجودة في قانونك قبل أن تخالف الاتفاقية الدولية التي تقرر ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة هي تخالف إيه؟ الدستور الوطني نفسه، ولذلك هذه النصوص تعد غير دستورية بالنظر إلى التنظيم القانوني الداخلي في داخل الدولة قبل أن تخالف. يبقى الاتفاقية الدولية نفسها هي المتوافقة مع الدستور الوطني الذي يقرر المساواة بين الرجل والمرأة. يبقى اتفاقية الدولة والنظام إليها هي اتفاقية أكثر اتفاقا مع الدستور الوطني من النصوص القانونية التمييزية اللي مفروض هذه النصوص يطعن فيها بعدم الدستورية وتقوم المحكمة الدستورية العليا بإلغائها، وهي طبعا مواد الزنا في الواقع دليل واضح على أن هذه النصوص الموجودة في الاتفاقيات الدولية هي الأولى بالتطبيق عندما تطالب بإلغاء كافة النصوص الجزائية الوطنية التي تتضمن تمييزا ضد المرأة. يبقى النصوص الاتفاقية أكثر اتفاقا مع نصوص الدستور الوطني وهي التي يجب إعمالها ولا نتمسك بنصوص القانون الداخلي اللي هي مخالفة أصلا للدستور. ما دام الدستور بيقرر المسار خلي بالك ولا لا يعفى المشرع المصري بتعديل النصوص غير المتوافقة مع الدستور أن تكون صادرة قبل الدستور. حتى لو كانت صادرة قبل الدستور فهذا لا يمنع المشرع الوطني من ضرورة تعديلها ولا يمنع من طعن فيها بعدم الدستوري. يعني ما تقدر تطعن في نصوص المعدل 274 وما بعدها من قانون العقوبات بعدم الدستوري كما طعن فيها فعلا بعدم الدستوري، وتقول ان الماده 11 من دستور 2014 بتقول المساواه بين الرجل والمراه في الحقوق والواجبات والحريات. مش عارف يقول لك اصل القانون العقوبات ده صادر قبل الدستور وبالتالي كان ازاي هيبقى متوافق مع الدستور؟ هقول لك مبدا المساواه اللي موجود من دستور 23 كل الدساتير المصريه نصت على مبدا المساواه، ولذلك هذه النصوص الجزائيه الوطنيه تعد مخالفه للدستور وهي التي يلتزم المشرع بالتدخل لتعديلها باعتبارها نصوصا غير دستوريه قبل ان تكون مخالفه للاتفاقيات الدوليه التي صدقت عليها الدوله المصريه فهي مخالفه للدستور. هذا موضوع التحفظ بصفه عامه وجوازه او عدم جوازه بالنسبه للتحقيق. ايه المواد موضوع التحفظات بقى اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت؟ ايه المواد في التقيت السداوة اصلا متحفظة عليها؟ مادة اتنين الخاصة بمبدأ المساواة. دي بقى خلي بالك دي جوهر وغرض وموضوع ومضمون وسبب وجود الاتفاقية كلها. يعني بدون المادة اتنين يا جماعة الاتفاقية ما بقاش معنى، ما بقاش اتفاقية ازالة كافة اشكال التمييز الضمني. دي اهم نص في يعني وذلك لها مادة اتنين ليه؟ المادة واحدة عرفت التمييز الاول ده نص التعليم. اول التزام على الدول القضاء على التمييز هي المادة اتنين. فذلك لما تيجي تقعد بالمادة اتنين وتقول ده انا متحفظ عليها يبقى انت جبت الاتفاقية من جدرها من اصلها من اعصاب نسختها خالص. حتى لو وافقت على نصوص ثانية بعد كده خلاص انت جبت لي الاصل وقلت لي انا متحفظ عليه، وما يريد تحفظ عليه في فعل مخالفه للشريعه الاسلاميه هقول لك دلوقتي لا توجد فيه اي مخالفه لاحكام الشخص. الماده الثانيه زي ما قلت لك تشمل الدول الاطراف جميع الاشكال التمييز ضد المرأه وتتفق على انها تنتهك سياسات تؤدي الى القضاء على كل اشكال التمييز. دي فيها مشكله دي ممكن تتعارض، ده اللي يقول انها تتعارض مع الشريعه الاسلاميه كانه بيقول ان الشريعه الاسلاميه هي التي تقر التمييز بين الرجل والمرأه. بالظبط كده اللي قلنا الماده 2 اللي بتقول ازاله كافه اشكال التمييز ضد المراه معناها انه بيقول لك لما تقول لي والله مع عدم التعارض مع الشاسع انك بتقول للناس يا اخواننا استنى الشريعه الاسلاميه هي مصدر التمييز ضد المراه وهي مصدر كل اشكال التمييز، وازاي انا هناخد ماده 2 ونرافع عليها وهي اصلا مخالفه للشريعه الاسلاميه؟ طبعا
احنا بنقول كلها بقى المره اللي فاتت انك تثبت مبدا المساواه بين الرجل والمراه في الدستور، موجود عندنا انت مش لسه عاملينه، وموجود من ايام دستور 71 قبل الاتفاقيه وقبل كل شيء. هذا ان هي تتخذ المناسب من التدابير التشريعيه وغير التشريعيه لفرض جزاءات على كل تمييز للمراه. مش بس انك تقول انا اشمل التمييز، لا، انت لازم تكون اكثر عمليه وتاخد تدابير تشريعيه عن طريق القوانين وتدابير غير تشريعيه عن طريق اجراءات فعاله للقضاء على التمييز للمراه. لانه سهل جدا من دوله تقول والله انا حطيته في الدستور مبدا المساواه بين الرجل والمراه في جميع الميادين السياسيه واقتصاديه واجتماعيه وكل حطيت بس السلام عليكم شكرا انا خلصت التزامي. لا، ما هي الماده عامله بنود ثانيه بعد كده، ما يكفيش انك تدمجه في التسادير، وانما يجب ان تتخذ المناسب ان تفرض حمايه قانونيه وكل البنود اللي ورد ده بما فيها البند الثالث الاخير اللي بيقول ايه بقى؟ الغاء جميع الاحكام الجزائيه الوطنيه الجزائيه اللي بتذكر قبل كده ان هي مقصود بها الجنائيه، يعني في الدول العربيه بيعبروا عن القانون الجنائي بيسموه القانون الجزائي. وانا قلت في كتابي في سنه ثانيه من تسميه الجزاء غير دقيقه، ليه غير دقيقه؟ ليه غير دقيقه؟ لما نقول القانون الجزائي لا يدل على القانون الجنائي، ليه؟ لان كل القوانين الجزائيه هو الجزاء ده مش عنصر من عناصر القاعده القانونيه في الجزاء المدني وفي الجزاء الاداري وفي الجزاء التجاري وفي الجزاء الدستوري، كل قاعده قانونيه لازم يكون فيها جزاء. فلما نيجي تقول على القانون الجنائي القانون الجزائي انت حددت ذاتيته؟ حددت ذاتيه الجزاء انه جزاء جنائي؟ لا، انت قلت قانون جزاء زي اي قانون زي المدني في البطلان وفي الفسق وفي التعويض، ودي كلها جزاءات ولا لا؟ الاداري في التنبيه وفي الفصل وفي تخفيض الرواتب وفي كلها كل القوانين الجزاء عنصر من عناصر القاعده القانونيه. فلما نيجي تقول القانون الجزائي انت لا تعبر عن سلبيه هذا القانون وانه جزاءاته هي جزاءات جنائيه. ولذلك لما يقول لك الغاء جميع الاحكام الجزائيه الوطنيه التي تشكل تمييزا ضد المراه، يبقى انت على المشرع المصري من زمان من ايام ما صدق الاتفاقيه دي من 82 كان يعمل ايه؟ يمسك قانون العقوبات كده هي ليه مؤثر هي لو غير في نصوص ثانيه في قانون كافه الدعاره وفي نصوص في نصوص كثيره جدا بتميز بين الرجل والمراه، كان المفروض على المشرع من زمان قوي. ولذلك مصر كل مره تروح في لجنه مكافحه التمييز ضد المراه في الامم المتحده اللي بتعمل مراجعه دوليه كل اربع سنين يوجه لها 130 ملحوظ على الاقل، 130 ملحوظه من كل الدول. ودول تلاقيها دول قد كده اهو وتوجه ملاحظه لمصر انت عندك في كذا بالنسبه للمراه ولسه ما عدلتهوش رغم انك صدقت على الاتفاقيه. كذا ملاحظه مصر تقبل منها اللي تقبلها والباقي تاخد تقول لك علم تاخد بيه علم يعني انها ستدرسه وكل مره يروحوا برضه ويوجه لهم نفس الملاحظات لانه فعلا ما حصل في حصل مجالات حصل فيها تقدم يا جماعه كتير وعملنا حاجات كتير للمراه لكن ما زال في مجالات اخرى كثيره فعلا تحتاج الى تدخل من المشاهد. كل يوم حامل ايام ثوره يناير اول سنه في ثوره يناير كده كان في هجوم شديد جدا على المراه وحقوق المراه والمراه خدت حقوق كتيره ولازم نرجع في الكلام ده كله وبعدين ربنا ستر وما قدروش يرجعوا في حاجه وجت 30/6 بعد كده وبدات فعلا المراه تحصل على بعض المزايا لكن ما زال الوضع القانوني للمراه في المجتمع المصري والمجتمعات العربيه على فكره ادنى مما يجب ان يكون عليه. وضع المرأة بالنسبة للقوانين العربية يجب أن يكون مبدأ الدستوري المنصوص عليه، المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحريات العامة، وأنا هقول لكم لا يوجد نص في الشريعة الإسلامية قطع السكوت وقطع الدلالة يقر تمييزا بين الرجل والمرأة في أي مجال من المجالات اللي هنتكلم عنها بعد. يبقى مصر تحفظت على الاتفاقية ممنوع التحفظ مصر قالت إيه؟ قالت إن مصر تبدي استعدادها لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه الماده الفقرات التسعه دي كلهم بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه على النحو المقرر في الماده 2 من الدستور. ده تحقق مصر بالظبط كده من الاستطلاع، مصر مستعده تنفذ ما جاء ببنود هذه الماده كلها بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه. انا بقول بقى ويبقى السؤال ما هي البنود في هذه الماده المتعارضه مع الشريعه الاسلاميه؟ لو في بنود متعارضه مع الشريعه الاسلاميه انا اول واحد بقول لك لا يجوز ان احنا ننفذها، لانه لا يجوز ان ننفذ نص الاتفاقيه او بند الاتفاقيه متعارض مع مبادئ الدستور الجديد عدل احكام الشريعه الاسلاميه اللي كانت موجوده في الدستور بتاع 71
خلاها ايه؟ خلاها مبادئ، والتعليم ده مش تعليم جيد، مجرد خطأ في اللفظ كان مقصودا. يعني الدستور 2012، فاكرين انتوا طبعا دي حاجات حديثه مش قديمه قوي، دستور 2012 كان حاطط بما لا يتعارض مع احكام الشريعه. احكام الشريعه الاسلاميه هتدخلك في مجال ضخم جدا، اي حكم، اي نص، اي راي فقهي، اي يعني، وحتى كان حاطط اهل السنه والجماعه مع اهل السنه والجماعه، يعني اي راي في الفقه يقول المراه ما تاكلش يبقى خلاص ده المراه لازم ما تاكلش، لان في واحد فقيه قال كده، والدستور قال احكام الشريعه الاسلاميه ومذاهب اهل السنه والجماعه، يبقى اي مذهب، اي راي فقهي في مذهب قال المراه لازم تتنقب تغطي وشها كله، الفقيه قال كده يقول لك ده خلاص دي احكام الشريعه الاسلاميه. دكتور الفقهاء القداسه ولا الفقهاء؟ لا، الفقه الاسلامي كله في مذاهبه المختلفه، وانت احنا بناخد الفقه الاسلامي على انه مجموعه الاراء الفقهيه في المذاهب كلها، اي مذهب من المذاهب، يبقى اي مذهب من المذاهب هتلاقي فيه راي معادل لحقوق المراه في المذاهب. ها؟ في المذاهب. بالظبط، في اي مذهب من المذاهب، او في واحد النهارده مثلا زي اخوان السلفيين وقال لك المراه لا يجوز لها انها تفعل كذا، لا يجوز ان تكون قاضيه، لا يجوز ان تعمل مثلا سفيره، لا يجوز ان تعمل وزيره، واحد اكتر يقول لك اهو الشريعه الاسلاميه، ما انت قلت اهل السنه والجماعه، ودول مش اهل السنه والجماعه ولا ايه؟ اهل السنه والجماعه. وبالتالي لما جه دستور 2014 كان حريص على هذا وقال ايه؟ ومبادئ الشريعه الاسلاميه. يعني استفدنا من القران والسنه بس. هنقول لك المبادئ العامه، اما التفصيلات والاحكام التفصيليه فدي تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، والفقهاء نفسهم قالوا كلمات، اقول لك لو انتم قريتوا كنتوا لقيتوا حاجات كثيره جدا، الفقهاء اقروا قواعد فقهيه لا تمنع تغير الاحكام بتغير الزمان لمواجهه احوال الناس وما يحل مشاكلهم في كل زمن، وذلك اللي بيقولوا الشريعه الصالحه في كل زمن ومكان. لان الشريعه وضعت المبادئ العامه والاحكام الكليه القطعيه الثبوت والدلاله، وتركت التفاصيل العمليه لتغير الزمان عشان كل اهل العراق غير اهل مصر، اهل في باكستان غير كل مجتمع له حاجات، كل مجتمع له ضرورات معينه، ولذلك على الفقهاء المسلمين وهم الفقه الاسلامي تجمد ليه يا جماعه؟ من يوم ما قالوا قفل باب الاجتهاد، كان في القرن الكام ده السابع الميلادي، قالوا قفل باب السابع الهجري اعتقد السابع الهجري، قالوا قفل باب الاجتهاد. يعني ايه قفل باب الاجتهاد؟ يعني احنا نقلد ما جاء في كتب الاولين فقط، ولا يجوز لنا ان نخرج عليها وان نبتدع حلول لمشاكل العصر. ينفع الكلام ده؟ ينفع النهارده انا لما كل ما عايز تسالني في مساله اقول لك استنى لما نفتح حنيفه وابن تيميه وجماعه قدام دول نشوف فيها، طب افرض ما فيهاش حل؟ نقعد نحط لي على خد يقول لك والله يا ابني فقه الاسلام ما فيهوش حل للمساله دي. تقول لا لا، يعني ايه فقه الاسلام ما فيهوش حل للمساله؟ امال انت بتعمل ايه؟ انت مش فقير؟ مش انت تحل لي المشكله؟ طب هنعمل ايه؟ الموبايل حلال ولا حرام؟ واحد بيسال واحد شيخ مره قال لي رايك قلت الشيخ هل الموبايل ده حرام ولا حلال؟ يقول لي يا ابني الموبايل ده ما كانش موجود ايام الفقهاء المسائل الاربعه، وبالتالي انا بقول له ينفع يقول له كده؟ مش هقول له كده اكيد. يقول له يعني هل يصدق ان هو يقول والله الموبايل ده ملوش حكم في الفقه الاسلامي وخلاص مش قادر يقول لك عليه حاجه؟ ينفع؟ طبعا ما ينفعش، لازم يجتهد يحط المبادئ العامه في الشريعه الاسلاميه، ايه الضوابط العامه في الشريعه الاسلاميه ويلزمها على واقع الحياه، هي دي احكام الشريعه الاسلاميه، انك تفهم الاحكام العامه والمبادئ العامه في الشريعه وهي صالحه للتطبيق في كل زمان ومكان، ادي معنى صلاحيه الشريعه للتطبيق في كل زمان ومكان، انها جاءت بمبادئ عامه وقواعد كليه تصلح لحل مشاكل العباد الى ان يرث الله الارض ومن عليها في اي وقت. اللي من قرن من الزمان ومقرنين من الزمان الشريعه مش صالحه له. احنا النهارده الشريعه صالحه لنا، بكره القرن اللي بعد كده الشريعه صالحه لاهل. ليه؟ لان الشريعه تضمنت مبادئ عامه وقواعد كليه تصلح لحل مشاكل الناس، وهذه هي المصالح. وفي حاجه اسمها المصالح المرسله التي لم يرد لها حكم في الفقه الاسلامي، دي مكتوبه لولي الامر في الدوله الاسلاميه. زي كان كتبت مره حاجه بس اليوم السابع في تعليقات، كتبت ان احنا في ازمه اقتصاديه حاليا وعندنا نقص كبير جدا في العملات الصعبه. كلنا معترفين ان مصر تعاني بسبب نقص السياحه وقد دخلت قناه السويس وعندنا مصادر عملات. انا مره فكرت كده وانا قاعد قلت ايه المانع ان ولي الامر
لو الحاكم في الدولة الإسلامية يعني يسأل أهل العقد والحل، يسأل مفتي ويسأل مجمع البحوث الإسلامية، هل يمكن إرجاء العمرة لمدة 3 سنوات لتوفير العمرة الصعبة للدولة في الظروف الصعبة؟ سألت كده. وهل يمكن إرجاء الحج سنة أو اثنين إلى أن تتحقق للدولة الوفرة في العمال الصعب وبالتالي تسمح بالعمرة لمن يشاء والحج لمن يشاء؟ قلت لك كتبت الكلام ده وبعته للإبراهيم المشروع، لأن الكلام في مسألة إرجاء الحج أو العمرة نظرا لظروف البلاد أنا قلت لهم عليهم سؤال مفتي الديار المصرية، هل يجوز لولي الأمر في الدولة في مصر إن هو يلغي العمرة لمدة معينة ريثما تتحسن الظروف في داخل الدولة وتتمكن من الوفاء باحتياجات الناس لأن تضغط شديد جدا على العملات الأجنبية في وقت هذه العملات محدودة وهذه العملات يجب أن تستعمل مثلا لاستيراد البورس واستيراد الزيوت والأكل للناس، فإذا لم تجد عندك هذه العملات يبقى كيف تكفي بحاجتك؟ اسألوا بس نرفض مشروع الكلام على بعض من أحد الأعضاء ده رأيي. أنا أتكلم فيه من حوالي 3 سنين وكتبت اليوم السابع في التعليقات اللي بيجوها دي عندي من بقرا الأخبار اللي بتاعت اليوم بتعمل تعليق، كتبت هذا التعليق رغم إنهم بنشوف حاجات كتير جدا ده حتى لم نشيروا إليه ولا نشوف، مجرد إن إحنا نفكر تفكير خارج التفكير التقليدي بيعتبر أنه تجبر على الدين وأنه البعض اتحبس بتهمة ايه؟ إسراء الأديان لأنه تجرأ أو فكر تفكير غير تقليدي، تفكير مختلف في بعض الأحكام أو بعض الآراء الفقهية اللي جت في الفقه فكر سمح لنفسه إنه يفكر فيها تفكيرا مختلفا، وذلك أنا دايما بقول له لما حد يقول تجديد الخطاب الديني بقول له كيف لمن كان فكره متجمدا أن يجدد خطابه؟ وعن خطابي ده عبارة عن ايه؟ دي ترجمة لفكري. أنا خطابي تقدمي بالنسبة لحقوق المرأة لأن ده فكري، ده موجود فكري، أنا شايف المرأة زيادة رجل ويجب أن تحصل على نفس حقوق الرجل والمستوى الكامل، فخطابي دايما هيكون إيه؟ المستوى والمرأة على شخص من أشخاص القانون ويجب أن تحصل على حقوق مواساة الرجل، لكن أنا لو فكري غير كده وفكري أن المرأة إنسان ولكن لا يمكن أن تتساوى بالرجل فخطابي برضه هيكون مختلف، لذلك المشكلة ده كويس اليوم تجديد الخطاب الديني. أنا كتبت مرة وقلت لهم المقصود تجديد الفكر والفهم الديني وبالتالي الخطاب نفسه هيتجدد تلقائيا لأنه هينبع عن فكر جديد وعن فكر متطور وعن فكر حديث وعن فكر يراعي أحوال المجتمع وأحوال الناس وهذا ليس محظور في الشريعة. طيب المادة أدي المادة 2 هي من الدستور. المادة 9 مش هنتكلم فيها لأنه خلاص احنا قلنا المادة 9 بتحلل وده تطور كويس. المادة 9 فقرة 2 كانت بتمنع المرأة حقا مساويا لحق الرجل في منح الجنسية لأبنائهما، ودي مسألة من زمان قوي، دي عندنا من امتى؟ قوانين الجنسية طول عمرها في مصر تقول لك يكون مصريا من ولد الأب مصري بس. طب يا أخي لو الأم المصرية دي إيه يعني؟ دي مش كافر وهي اللي ولدته وهي اللي أمهاته اللي تلاقي ولدناه وهي اللي حملته وهي اللي بتشغله حب الوطن وهي اللي بتشغله العادات والتقاليد الوطنية، أم أنت الأب لأن هي بتحفظ الطفل وتقدم له الثقافة الوطنية حتى لو كانت خارج مصر هي اللي بتزرع فيه الوطنية وهي اللي بتزرع فيه انتماء الوطن. يقول لك القانون المصري طول عمره يكون مصريا من ولد الأب مصري. طب يا إخوانا من ولد الأم المصرية يقول لك لا من ولد الأم المصرية لا يحصل على الجنسية المصرية. ليه؟ إشمعنى ده؟ يقول لك والله طب قال لي إيه مصر ده في الموضوع؟ قالت لك مصر حفظت على هذه المادة بشأن منح المرأة حق مساوي لحق الرجل بأن يكون ذلك دون إخلال. هنا مش هتقدر تقول بقى في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية عاملة في جنسية في دار الحرب وفي دار الإسلام، يعني كل المسلمين جنسيتهم واحدة، جنسية واحدة، ما قالتش هنا بقى الشريعة. قالت بأن يكون ذلك دون إخلال اكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه. يعني لو خد جنسية أبيه خلاص كفى وسلام على عباده الذين استطلتها الموضوع خد جنسية أبيه خلاص. وذلك تفاديا لاكتسابه، شوف الكلام الغريب بقى، وذلك تفاديا لاكتسابه لجنسيتين في حال اختلاف جنسية الأبوين اتقاء للإضرار بمستقبله. يعني لو خد جنسيتين الكلام ده كلام مش عايز اقول عليه تعبير يعني مش محترم،
كلام خارج، لأن الأب المصري لما بيتزوج بأجنبية وقانونها بيعطي الجنسية عن طريق الأم، ابن المصري بيكتسب جنسيتين وبيبقى عايش جنسيتين. بيقول لك إيه ابن المصري عشان اتقاء للإضرار المستقبل، مش همك مستقبل ابن المصري اللي واخد جنسيتين؟ يعني ابن المصري اللي واخد جنسيتين ده عبد الله، لكن أنت خايف على ابن المصري إن هو يضر المستقبل وإن يبقى معاك، ده لما يبقى معاك جنسيتين هيبقى مستقبله أحسن. أفضل يضمر ويقدر يعيش في الدنيا كلها ويشتغل في العالم كله ويروح في أي دولة في العالم. تقول لك اسأل انك تشوفها لتكملة الكلام لما انت تحب تقول ايه اللي ما يلاقيش في الورد عيب يقول بيحضر الخارجيه مثلا، اي كلام بقى ما انت عايز تبرر، انت في الخارجيه مطلوب منك تحفظ على النص اللي احنا مش موافقين عليه في مصر، قول اي كلام بقى عشان ايه؟ عشان تقول اذا انا اصلا لازم تقدم مبررات التحفظ لما تصدع الاتفاقيه لازم تقدم مبررات، اذا انك تساعد الطفل الجنسيه لابيه وانسب الاوضاع له، ولا مساسه في ذلك بمبدا المساواه بين الرجل والمراه. المصري في كل الكلام ده ماشي. الاصل من كده بقى ايه المألوف؟ موافقه المراه في حاله زواجها من اجنبي على انتساب اطفالها لجنسيه الاب، هذا المصري. يعني كل امراه مصريه وافقت على الزواج من اجنبي هي وافقت بالضروره وبطريقه اللزوم العقلي على ان اطفالها يحرموا من الجنسيه المصريه. انت لو قلت لهم هتتجوز واحد اجنبي وهتقول لها ولادك مش هياخدوا جنسيه، هتقول لك لا مش عايز اتجوزها دي، انا مش موافق. لا هو بقى المصريين يقولوا ايه بقى لما يجوا يتحفظوا؟ يقول لك ايه المألوف؟ المألوف ده غير مألوف خالص. موافقه المراه في حال زواجها من، يعني هي اتجوزت اجنبي اتجوزته على بعضه كده بما له اجابه مسلمه، يعني ولادك مش هياخدوا جنسيه، تقول لك انا موافق. يعني ولادك حلوه جدا في بلدك، تقول لك انا موافق، مالكوش دعوه خلاص، كفايه الحب بيني وبين الاجنبي، مش مهم العلاقه الجنسيه مالهوش جنسيه. كلام محدش يصدقه ولا كلام حد يثق فيه ابدا، وده كلام بقول لك متناقض مع عقل القانون نفسه. ابن المصري لما بياخد جنسيه ابوه اوتوماتيك، والدته كانت اجنبيه وقانونها بيدي لهم الجنسيه بياخدوا جنسيتين وبيعيش مصري وفرنسي ايطالي او ايا كانت هذه الجنسيه، ولا تهتم بالحكومه المصريه لاتقاء مستقبله وعدم الاضرار بمستقبله. لكن بس لما يبقى ابن المصري، وهو الاصل لكل ده يا جماعه، انه مش عايزين ابن المصريه اللي متزوجه من اجنبي ياخد الجنسيه المصريه. يقول لك اصلا ممكن تكون متجوز واحد اسرائيلي. متجوز واحد اسرائيلي يبقى الولد اسرائيلي ومصري. طب يا عم حط حكم يخص الجنسيه الاسرائيليه. استثناء. قول ايه؟ قول ايه؟ استبعاد استثناء. اذا اكتسب الطفل الجنسيه الاسرائيليه فلا يجوز له سبب الجنسيه المصريه. ناس دول انت مش عاوزها؟ مش راضي عنها؟ حط لها استثناء. انما كده تيجي بلوك على بعض اي امراه تزوجت من اي اجنبي تقول لها انت كده موافقه على ان ولادك ما يكسبوش ما ياخدوش الجنسيه المصريه. هو العالم لو الراجل المصري برضه لو فقد الصيدليه برضه هو هياخد الجنسيه من ابوه؟ هو هياخد الجنسيه من ابوه بالظبط. لكن يجي عند الام تيجي بعض الحاجات اللي بتسمحنا نعمل مؤتمرات عن الموضوع ده كتير، عملنا مجالات ومؤتمرات وكنا بندافع عن حق المصرية، لأن الحياة كانت بتعاني معاناة شديدة، لا سيما إذا طلقت وعادت إلى وطنها بأبنائها، تبقى عايشة بأولادها في مصر أجانب، تروح تعمل لهم إقامة، ولما يدخلوا الجامعة تدفع لهم مصاريف. ولما كنت في الدراسات الأولى 6 سنوات كان عندي المشكلة دي، تيجوا أمهات في حالة سيئة جدا، طلقت الزوج لا ينفق عليها، مش عارفاها حتى خلاص ما بيسألش عنها، وهي مطالبة بأسدها على أبنائها بالعمله الصعبه. تخيل لو الام دي النهارده لسه ما كانتش خدت حق الجنسيه لابنها وواجب عليها تدفع بالدولار ابو 20 جنيه النهارده، زمان كان الدولار ب 5 جنيه والكلام ده، فكانت يمكن الام بتتصرف شويه في مثلا 200 جنيه في الدراسات العليا تدفع لها 1000 دولار يعملوا لها 5000 جنيه، مع ان المبلغ ضخم بالنسبه لها. لكن النهارده بقى لو الام دي ما كانش ولادها خدوا الجنسيه كانت هتعمل خلاص ما كانش هيدخلوا عليه تعليم ولا هيروحوا التعليم خالص. فهي كانت مشكله كبيره جدا. كان الرئيس مبارك الله ينصحه بقى كان يقول لك انتم امتيازات بس ليه لك نسيت؟ ليه؟ ما هو لغايه ما دخلت الست ضغط عليه ضغط جامد بقى وعملتها مجلس القومي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجه في يوم من الايام كده صحى من كتر الضغط عليه قال لقد قررت منع الجنسيه المصريه لابناء الام المصريه. هو اللي قرر بخلاف القانون هو اللي ارتاح قال لقد قررت. وبعديها مجلس الشعب طبعا انت عارف يوم ليله القانون اتعدل، الرئيس فرض الصوت
مجلس اجتمع بعد الظهر ويغير نص القانون الجنسيه الماده 2 ويقول لك يكون مصريا من ولد لاب مصري او لام مصري. قانون 154 سنه 2004 في يوم واحد اتعدل و فطبعا هذا التحفظ لم يعد له وجود ويجب على الدوله المصريه فعلا ان تسعى بهذا التحفظ. شوف رغم ان احنا صدر القانون من 2004 لم يسعى بالتحفظ. ومن حق كل دوله ان تقدم طلب الى الامين العام للامم المتحده تسحب فيه تحفظه على مادة من المواد التي تحفظت عليه، والأمين العام يبلغ هذا الطلب لكل الدول المصدقة على الاتفاقية، ويبقى نعرف أن مصر خلاص سحب التحفظ على نص من نصوص اتفاقية السيجار، وده بيحسن تصنيف مصر على المستوى العالمي فيما يتعلق بحقوق المرأة، مش مهتمين بهذا الكلام، والدولة مش معنية بالمرأة، يعني أمام المشاكل اللي احنا فيها نسحب تحفظنا، خلاص احنا عملنا قانون مسوغ للمرأة. وخلي بالك هذه التسويه كمان تاكدت الدستوريه من تاكدت الدستوريه بنص الماده 6 الماده 6 في الدستور يكون مصريا من ولد لاب مصري او لام مصريه. قال كده النص الجنسيه حق بقى حق دستوري لمن ولد لاب مصري او لام مصريه. قلت لك ميزه النص الدستوري ايه؟ احنا عندنا قانون بعد هذا. طب ما القانون يا عم سابه من زمان. لما جاء النص الدستوري يبقى معنى كده انه لا يجوز للبرلمان ان يعدل هذا النص الدستوري، لكن مش دعوه يعدل نص القانون. ممكن تطلع في اثنين اعضاء البرلمان في مرحله من المراحل ويقول لك لا القانون 2004 ده احنا عايزين نغيره ونشيل الام المصريه. نقول له ما ينفعش دلوقتي. كان ينفع قبل الدستور. لما جاء الدستور النهارده الحق بقى حق دستوري لا يجوز للمشرع ان يعدله ولا يجوز تحت ستار التنظيم ان ينتقص منه او يقيده او يضع عليه اي موارد. خلاص بقى حق بالنسبه ولذلك ده لم يعد هذا التحفظ له قيمه من الناحيه القانونيه. الماده المهمه بقى الماده 16. الماده 16 دي بتتعلق بمساواه الرجل والمراه في مجال الاحوال الشخصيه والعلاقات الاسريه. وده المجال الحساس قوي في مصر. ومصر لما حافظت على هذه الماده قال كلام كتير جدا مش عارف تساوي المراه في الموت عندها في الزواج والعلاقات الاسره بان يكون ذلك شغلنا الحكومه المصريه كده بان يكون ذلك دون اخلال بما تكفله الشريعه الاسلاميه للزوج من حقوق مقابله لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهم. كلام كده جميل لغايه كده. بعد بيقول لك هم بيقولوا ايه؟ الشريعه الاسلاميه بتكرم الزوجه حقوق مقابله لحقوق الزوج في تقابل بما يكفل التوازن العادل بينهم. طب يا اخي لما انت متاكد ان الشريعه الاسلاميه بتكفل الزوج حقوق وبتحقق توازن عادل ايه التعارض بين الماده 16 ده وبين احكام الشريعه الاسلاميه؟ تكمله الكلام بقى وذلك مراعاه لما تقوم عليه العلاقات الزوجيه في مصر من قدسيه مستمدة من العقائد الدينية الراسخة. على فكرة الزواج عندنا والعلاقات الأسرية ليست علاقات دينية ولكنها علاقات اجتماعية وقانونية وبنصها قوانين في مصر، يعني ما بنرجعش فيها في الشريعة الإسلامية مصدرها المباشر وإنما هي مصدر غير مباشر بالنسبة لي، مصدر يغذي القواعد الفقهية. قال لك بما تكون الفرسية مستمدة من العقائد التي يجوز الخروج عليها باعتبار أنها من أهم الأسس التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلا من مظاهر المساواة الشكلية اللي جايه في الاتفاقية. دي مساواة شكلية مش حقيقية. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية المساواة الحقيقية التي لا تحقق المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تسلب جاهلها بقيود. وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصلاة المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء النفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها عن نفسها. شوف الكلام ده مقدمة إيه؟ عشان يقولوا بس إنه الشريعة الإسلامية تدت للزوج الحق في الطلاق دون قيد أو شرط وقيدت حق الزوجة في الطلاق بأن يكون عن طريق القاضي. يعني كل المقدمة الطويلة دي عشان يوصل لانه صحيح احنا ما سويناش بين الرجل والمراه، الشريعه مش سوى بين الرجل والمراه في الطلاق. ليه؟ لان هو بيديها صفات، بيديها مهر، ينفق عليها، اذا طلقت بيديها نفقه، مقابل العمليه دي كلها
هو بيتقال حق الطلاق المنفرد بإرادته المنفرده وهي لا تستطيع ان تطالب الا بحكم من الطلاق، ادي التمييز اللي هو مخالف للاتفاقيه. ولذلك قالت ايه؟ ولذلك قيدت الشريعه حق الزوجه في الطلاق بان اوجبت ان يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج. ادي كل القصه بتاعتها ان الطلاق يكون بايد الزوج مطلق. انا رايي بقى لا يوجد في الشريعه الاسلاميه ما يمنع من ان يكون الطلاق باذن القاضي سواء كان من الزوج او من الزوج. في دول عربيه على فكره اخذت بهذا، وكان في تونس وفي المغرب وفي كردستان، في الدراسات العليا عندهم الطلاق لا يقع الا باذن القاضي من الرجل والمراه. يعني لا يتناهى مع العقيده الدينيه في الشريعه الاسلاميه ان يقيد ولي الامر الطلاق ويجعله بيد القاضي بالنسبة للزوج والزوجة حفاظا على كيان الأسرة. والطلاق احنا عارفين زي ما بنقول في الشريعة الإسلامية أبغض الحلال إلى الله. فلما يجي ولي الأمر ويقيد أبغض الحلال، هل ده في مخالفة لأحكام الشريعة؟ هل ده في تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ ده بالعكس، ده في تحقيق لغرض الشريعة الإسلامية من الزواج، وهو استمرار الحياة الزوجية، إنجاب الذرية، المودة والرحمة بين الزوجين. بالعكس ده احنا هنحفظ علاقة زوجية من الانهيار بإرادة شخص قد يكون مندفعا في هذا الأمر. لما يكون بيد القضاء القاضي سيمحص وسيفحص الأمور ويسأل الرجل ويحاول الإصلاح بين الزوج والزوجة، وقد يعيد العلاقة الزوجية إلى مجراها الطبيعي. إنما إذا وقع من الزوج إرادته منفردة العلاقة الزوجية تنتهي فورا، والبعض حتى صعبان عليه انه يقولوا نوثق الطلاق امام المأذون. صعبان عليك انا بقول لك، اصل التوثيق ده ما لم يجري به العلماء منذ بدات الشريعه حتى يوم الناس هذا. لما جه الرئيس قال لهم طلاق الشهر ده شوفوا لنا حل قضيه الامام في الطلاق الشهر، راحوا مجتمعين عن بكره تاريخ في مجمع البحوث الاسلاميه كلهم عمل كبير جدا، وقال الطلاق الشفوي طلاق شرعي ويقع ولا يجوز تقييده، ولكن انا اوصي الازواج اذا حبيت اخواننا ازواج وثقوا الطلاق حفاظا على حقوق. يا ناس حرام عليكم، انتوا بتشرعوا في ايه؟ انتوا بتشرعوا مجتمع في الجاهليه ولا ايه؟ انتوا بتشرعوا مجتمع في القرن 21. توثيق الطلاق فيه حفاظ على حقوق الزوجه وحقوق الابناء. يعني دي مسألة فعلا لا يمكن ان احنا نتصور ان دي مسألة تستعصي على فكر وعلى عقول رجال دين متفاهمين غرض الشريعة وفاهمين الامور الشرعية ويفهموا السياق التاريخي الذي جاءت فيه هذه الحكم. يعني الناس العلم الكبيرة المحترمة دي يصعب عليها انها تفهم ان الطلاق الشرعي مدمر الاسرة بتاعنا. احنا الاول على البلد الحاجة الوحيدة اللي لقينا فيها او الاول على العالم المرتبة الأولى لمصر عارفين في إيه؟ ها؟ الطلاق. إحنا نحتاج المركز الأول في العالم، في العالم كله. في المركز الأول عالمي، أدي خدنا المركز الأول في حاجة. ها؟ المركز الأول عالميا في حالات التعرض حالات الطلاق. فرحانين جدا إحنا بقى وساكتين بين الشيوخ يقولوا لنا لا، ولي الأمر لا يجوز، الطلاق الشرعي يقع. منذ بدأ الإسلام إلى يوم الناس هذا، طبعاً إلى يوم الناس اللي جاي واللي جاي واللي جاي، لو فضلنا بالحالة دي بعد 200 سنة هتلاقوا، مش إحنا ولا أنتوا، هتلاقوا الأجيال القادمة هتلاقي الشيوخ طالعين يقولوا لهم إيه؟ أصل الطلاق الشرعي يقع منذ جاء الإسلام إلى يوم الناس هذا، ما أقدرش أحكم فيه. فهذا الكلام طبعاً أنا يعني أستغرب جداً، وحتى واحد بينفعل جداً لما يسمع هذا الكلام وازاي يستعصي عليهم. ده ربنا قال في القران فانخفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلهم وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. يعني الطلاق ده ما يكونش الحل النهائي. مين اللي يقدر يحكمه؟ القاضي. ان يكون بيد القاضي لا سيما ما هو ربنا قال في القران ايه؟ وان طلقتم النساء. قال ازاي التطليق يكون الطلاق يكون ازاي؟ قال ايه شكليات؟ قال ايه اليات؟ قال الزوج يقولوا كده على الطلاق ويطلق خلاص؟ ولا حط مبدا عام ان الزوج ممكن ان يطلق؟ طب يطلق ازاي؟ ايه الاجراءات؟ ايه الاليات اللي يجب يتبعها؟ هذا كله ترك لولي الامر في الدوله الاسلاميه ان يوظف. فان قال لا يجوز هذا الطلاق الا باذن القاضي صح ما قاله ولي الامر.
وكان هذا قانونا من قوانين الدولة ينظم العلاقات الأسرية حتى نحمي المجتمع من الطلاق المتعجب والمتسرع وإلى غير ذلك، ونحمي الأطفال. أطفال الشوارع دول اللي بتتكلم عنهم ونسموهم تأدبا للأطفال بلا معبوع، دول يا جماعة منتج من منتجات الطلاق وعدم الاستقرار الأسري. معظم الأطفال دول هم إنتاج هذا عدم الاستقرار الأسري لهذا الأمر. يبقى معنى كده لما يجي ولي الأمر يقنن الطلاق وينظمه بدليل إيه؟ ما هو موجود ولي الأمر سنة 2000 وعمل نظام للمرأة اسمه خلع، مش هي بتروح تقدر تخلع الراجل، والخلع يعني إنهاء العلاقة الأسرية، هو المقصود إنهاء العلاقة الأسرية. فقس ده بتقول إنه المرأة والرجل يتساويا في مجال إنشاء العلاقة الزوجية أو إنهاء العلاقة الزوجية، يبقى مساواة كاملة بينهم. طب ما إحنا عملنا حاجات وفي الإسلام كمان قبل الكل ما يجوز للمرأة أن تحتفظ بنفسها بحق تطليق نفسها بنفسها. مش في حاجة اسمها تسمعها أقول لك العصمة، العصمة في إيد المرأة، هي تخلي العصمة في إيدها، يعني معناها إن هي مش بتطلع زوجها إنما بتطلق نفسها بنفسها بإرادتها المفردة. طب أنا عايزها تغطي الزوج المفردة وانا بيرقص الزوجه المنفرده، ولكن انا عاوز من الدنيا رجاءها الى القضاء، وقضاء الاسره يستطيع ان يدخل من اجراءات ما يحمي العلاقه الزوجيه بين الزوجين من التصدع والانهيار. نقول لا، والله ده مخالف الشريعه الاسلاميه، وان الشريعه الاسلاميه ادت الزوج الحق في الطلاق وقيدت ذلك بالنسبه للزوجه ان تكون عن طريق الطلاق. طب والان الكلام ده ما اراش ان يجوز للزوجه ان تطلق نفسها وان تحتفظ في عقد الزواج بهذا الحق؟ ما شافش الكلام ده؟ أكيد هو ما أعرفش شريعة إسلامية، وإنما هو عايز يكتب حاجة مبرر عشان يقدمه للمجتمع الدولي مع التحفظ، لأنه لازم تبرر هذا. طبعاً قلت لكم في دول كتيرة إسلامية ودول عربية وعملت الطلاق غير القاضي للزوج والزوج، وأنا من أنصار هذا الرأي تماماً، وأرجو إنه يعني يبقى عندنا الشريعة في يوم من الأيام أراه قريباً، يرونه بعيداً وأراه قريباً، إنه يجوا في يوم من الأيام يعملوا تشريع يقنن هذا الوضع لكي يحمي الاسره المصريه ويحمي الاطفال من الانهيار حتى يمكن ان تستقر الحياه. الماده التحفظ اللي بعد كده اللي هو ماده 29، ودي ما لهاش مشكله لان دي ماده اجرائيه فيما يتعلق بالتحكيم، مصر احتفظت معاها وعليها، وهذا التحفظ لا يتعارض مع مضمون الاتفاقيه ومع ضرر الاتفاقيه. ماده 29 يعرض التحكيم لا يخص بالتحكيم. إما بين التحكيم يعني إما بين الخلاف بين الناس أو بين الناس أو بين الناس أو بين الناس أي نص من الصفحة الأخيرة. أنا بطلب أن الاتفاقية دي تدل على قول الله أو على مجال التمييز أو أي شيء من أشكال التمييز. بعد ما وقفت أو وصلت على الاتفاقية دي أصبحت واقع ده فين؟ إيه اللي هيخليني أختلف مع دولة أخرى؟ لأن هم بيبدوا من ذلك إن يبقى فيه توحيد للمبادئ العامة في الاتفاقية، إن يبقى طريقة التطبيق لا تفرق الاتفاقية بخصوص ممكن دولة تختلف مع دولة في حالة العلاقات، مثلا واحد متزوج في من دولة امرأة من دولة أخرى، وبعدين يحصل خلاف بين الدولتين، كل دولة تفصل الاتفاقية تفسير وحقق مصلحة هي اللي مصر اعترضت على هذا عشان حفاظا على سيادتها الوطنية، وإن هي بتطبق الاتفاقية زي ما أنت قلت ده قانون وطني، وأنا أطبقه وفقا لما تقضي به المحاكم الخاصة، إذا كانت حفظت على موضوع التحكيم ولا تريد أن تنجح فيه، ده ما فيش مشكلة. طيب لما نيجي بقى نناقش التحفظات، انا نشتهر في الكلام كله مع بعضه، لكن احنا عايزين نناقشها بقى في مناقشه في تحفظات صعبه، خلاص انتهى الكلام بتاع الامه المصريه والجنسيه والكلام ده، لم يعد لها وجود وتاكدت دستوريه، ولذلك انا قلت لكم ان مصر هي ان تسحب هذا التحفظ، لان هذا التحفظ لم يعد يعني تحفظا مطلوبا او مرغوبا بقاؤه في على ذمه مصر حتى الان. المساله دي التحفظ على المادتين 2 و16 هي دي اخطر تحفظات، وهي ما زالت موجوده. على فكره هقول لكم برضه دلوقتي نقول بقى كمان بسرعه ان المجلس القومي لحقوق الانسان في مراجعه مصر من 2006 ل 2009 طالب بالغاء التحفظ على الماده 2. التحفظ طالب بالغاء ده كان سنه 2010. انا كنت طالب بالغاء ده في الطبع 2009 من الكتاب بتاعي، والمجلس القومي لحقوق الانسان طالب الحكومه المصريه بالغاء تحفظها او بسحب تحفظها على الماده 2. الاثنين المادتين 2 و16 بحجه التعارض مع الشريعه الاسلاميه، على اساس ان التعارض مع الشريعه الاسلاميه مما تكفله من حقوق
الزوجة إلى آخره. ده مسألة لا يمكن لمصر أن توافق عليها، أي مصر تعارض مع الشراسة. ده اللي بيخلينا قبل ما نتكلم عن هذين التحفظين، إيه هو المقصود بالشراسة؟ هو سهل جدا إنك تحط تحفظ على أي اتفاقية دولية تقول بما لا يتعارض مع أحكام الشراسة. هناك خط واضح بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. وهذا الخط الواضح هو خط بين قدسية النصوص وبشرية الاتهامات. شوف لما تخلط بين قدسية النصوص يعني مصدرها والحق سبحانه وتعالى ورسول المبلغ الأمين عنه، وبين بشرية اجتهادات أفراد، وتقول إن اجتهادي أنا قلت كلام دلوقتي دي اجتهادات فردية فقهية بشرية، تحطها على مستوى قدسية النصوص اللي جاية من عند الناس، أو ده اللي بيحصل عندنا في الخلط بين الشريعة الإسلامية وبين الفقه. الشريعة الإسلامية هي قواعد المنهج العقائد والعبادات، العقائد والعبادات وما تعلق بها من أحكام تنظم حياة الناس. ولذلك هذه الأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية مصدرها القرآن الكريم أو السنة النبوية قطعية المؤكدة، قطعية السنود وقطعية الدلالة. هذه الأحكام لها قدسية، محدش يقدر يخالف فيها. نحن نيجي في يوم نقول لك العبادات كفاية رمضان، مش هنكمل كفاية علينا بقى رمضان دلوقتي ما بقاش مفيد للناس ويعطل الناس عن العمل والإنتاج بيجي، كل زي ما أنت عاوز، لكن دي عبادة ركن من أركان الإسلام مفروض علينا بالنص الصريح، لا يجوز فيه اجتهاد بشر ولا يجوز فيه أي كلام لحد ويقص صلوات بدل ما هم خمسة نخليهم ثلاثة نخليهم اثنين عشان المشي، كل ده كلام لا يجوز. لأن دي أحكام لها قداسة التشريع الإسلامي التي لا زي بالظبط الدستور، الدستور ده ما عادش يقدر يتهاجم فيه ولا يقول فيه كلام، ولا البرلمان نفسه حتى المشرع ما يقدرش يلعب في الدستور. ممكن يطلبوا تعديل الدستور عشان نعمل كده ونعمل كده وشوية الأنباك، لو احنا ما بنديش للمجموعة دي هم بيطلبوا حاجة معينة بس هم بيدوروا عليها، وبعدين يقول لك ممكن الدستور يتعدل، هو الدستور قرآني. الدستور بالنسبة للدولة هو، ودستور الدولة الإسلامية هو القرآن، ودستور الدولة المدنية هو الدستور ده اللي مكتوب اللي عملها الجامعات التأسيسية. فأنت ما تقدرش تلعب في الدستور لأن ليه أحكام لها قداسة التشريع الوطني، مش قداسة الأحكام الإلهية ولكن قداسة التشريع الوطني، وذلك قلنا لا يجوز تعمل. الفقه الإسلامي هو إيه؟ اجتهادات وآراء الفقهاء في كل زمان ومكان. اجتهادات لها قداسة؟ هل لها قدسية النصوص؟ لا، لبشرية، آراء بشرية تصدر عن الإنسان بوصفه فقير. زمان لما قلنا في السعودية، كنت أنا مع الدكتور سيد أبو مرمي في السعودية مع بعض، رحت لقيت دي نهاية دكتور سيد وقتها طبعا يمكن ما كنتش أنا مدرك أول الموضوع ده، الدكتور سيد أبو مرمي قال للطلبة إيه في المحاضرة؟ قال لهم الآراء الفقهية دي مالك بن حنبل هم حنابلة هناك في السعودية، دول ناس بشر زينا زيهم، واحنا ممكن نقول اراء مناقضه ليهم ومعارضه ليهم. هم ايه دول بشر؟ هم دول ربنا ولا الرسول؟ دول بشر زينا زيهم، احنا زيهم. العيال طلعت عملت صوره. وانا كنت طالب محاضره ايه صوره؟ رئيس القسم اللي قال الله يرحمه كان واحد سعودي دارس في جامعه القاهره واخد دكتوراه من فرنسا. قال لي استاذ شقه دكتور شقه دي فرق عايزك. دكتور عمران بيقول للطلاب ان مالك بن حنبل والشافعي دول فقهاء زينا بشر زينا زيهم واحنا ممكن نجتهد ونعارضهم. أنا بصراحة في الأول فجعت، يعني الدكتور سيد ولدنا اللي بقى زي أبو حنيفة وزي الشافعي وزي المالك وزي ابن حنبل والجماعة دول، فقلت له والله دكتور محمد جايز وما قالش الكلام بالصورة دي يعني، لكن هو عايز يقول لهم إن دول بشر والمعصوم من الخطأ هو يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بشر رغم إن ربنا قال عليه إنما أنا بشر مثلكم، بس الزيادة عندنا يوحى إليه، فهو بيجي له وحي فده بشر له طبيعة خاصة. فهو جاهز الدكتور سيد عبد الله، بس الدكتور انت عارف عندنا حساسيه الامور دي، دي امور حساسه جدا في السعوديه، ان الواحد يشكك في مذهب او يقول ان ده راجل عادي ممكن يقوط وممكن يمتع بس. فرحت الدكتور سيد قلت له يا سيد انت عامل يا عم احنا مالنا بابن حنبل والشافعي، احنا جايين نشتغل في الوقت ايش؟ وندرس الذهب ده، قال لي شجع، قال لي طب هم فعلا انت مش مؤمن؟ قلت له انا مؤمن بس انت عارف كل دوله لها نظام وعندها وضعها، واحنا في العهد بتاعنا مكتوب عدم التدخل في الدين او السياسه، في العهد المصري لا يجوز للمتعاقد التدخل في الدين او السياسه. بعدين لما انا فكرت بقى بعد سنين طويله
قلت الدكتور سيد انت كان سابقني كمان في التفكير وكان متقدم عني في هم فعلا هم دول فقهاء جاءوا بالنصوص وانزلوا النصوص المقدسه الغير متجدده على الوقائع المتجدده. هي مشكله الشريعه الاسلاميه ايه؟ اما النصوص محدوده والاحاديث خلاص انقطع الوحي عن الرسول عليه الصلاه والسلام بوفاه فلم يعد هناك وحي، يبقى انا عندي مجموعه نصوص صحيحه محدوده محدده، لكن وقائع الحياه المتجدده والمتغيره وتتغير وتتطور باستمرار. انا المطلوب مني ايه؟ ان انزل هذه النصوص المحدده التي لا تتجدد على الوقائع المتجدده. وهنا الفكر بقى البشري والانساني اللي عمله الفقهاء في عصرهم واللي المفروض كل فقهاء عصر يعملوه. بس احنا جينا بفتره فقهاءنا وقفوا عن هذا الزمن. جعلوا من الاجتهادات البشريه اصولا تشريعيه. بقى الخروج عن الفقيه او صاحب المذهب خروج على الدين. والشخص الذي يخرج على المذهب او يقول بغير ما قالته المذاهب الفقهيه يتهم بانه يطعن في الشريعه الاسلاميه وانه بيخالف الشريعه الاسلاميه. فرتب على ذلك ان اي حكم في اتفاقيه دوليه خاصه بحقوق الانسان يتعارض مع ما ورد في راي فقهي او مذهب فقهي توصف الاتفاقيه بانها مخالفه للشريعه الاسلاميه ومتعارضه للشريعه الاسلاميه. لو جاء فقيه وقال لا يجوز للمرأة تولي رئاسة الدولة، وده حاصل في آراء بتقول كده في الفقه الإسلامي، من يرى أنه لا يجوز للمرأة تولي القضاء، لا يجوز للمرأة تولي رئاسة الدولة لأن الرئاسة ولاية وإلى آخر هذا الكلام. لو جت الفقيه وقالت المرأة تتولى رئاسة الدولة وتتولى عضوية البرلمان وتتولى جميع الوظائف، هيقول لك هذه الاتفاقية تعرض مع الشريعه الاسلاميه لانه خلط بين الشريعه والفقه. على فكره المحكمه الدستوريه العليا يعني جبت لكم حكم مهم جدا، المحكمه الدستوريه العليا قالت في هذا الكلام من زمان في سنه مش عارف يعني في سنه 94 سنه 94 قالت هذا الكلام. قالت ايه المحكمه الدستوريه العليا في حكم عن قالت لا يجوز لنص تشريعي طبعا صادر من البرلمان وبالتالي الاتفاقيه الدوليه اكيد ان نوافق الاحكام الشرعيه القطعيه الثبوت والدلاله. ماشي؟ الاحكام الشرعيه خلاص مش فيها كلام انا معاك. وانما يجوز الاجتهاد في المسائل الاختلافيه. وليس الاجتهاد الا جهدا عقليا. اعمال العقل وليس النقل. الا جهدا عقليا فلا يجوز ان يكون تقليدا محضا للاولين. أو عزوفا عن النزول على أحوال الناس والصارع من أعرافهم. شوف الكلام الجميل. مصحش يكون تقليد محض ليه؟ الكلام اللي قاله الأولين الفقهاء الأولين. ولا عزوفا عن إنك تحل مشاكل الناس النهارده. تقول له الموبايل حرام ولا حلال يقول لك يا ابن الفقه ما تكلمش. تقول له طب أنا فضلت استعمل الموبايل ولا مكسره ولا إيه؟ يقول لك يا ابن الفقه ما قالش الكلام ده. يبقى أنت بتعزل عن حل مشاكل الناس في العصر اللي انت مطالب فيه بان تحل هذه المشاكل. قال ذلك المحكمه السابقه لان الاراء الاجتهاديه ليست لها في ذاتها قوه ملزمه. الاراء الاجتهاديه ده راي الرد البيس الحل من ست ساعات القضاء يحكم الحكم يقول لك الحكم ده مش ملزم ده القاضي اللي بعده ولا نفس القاضي نفسه. طب محكمه الله يقول لك محكمه الله ده حتى احكامها مش ملزمه. هي لها قوه ادبيه قوة أدبية المحاكم الأدلة بتتبعها عشان ما نقعدش في الحكم، لكن هي مش ملزمة. فعلتك إيه؟ أما الأراء لأن الأراء الإجتهادية ليس لها في ذاتها قوة ملزمة فلا يجوز اعتبارها شرعا ثابتا متقررا لا يجوز الخروج عليها. خطيئتنا في العالم الإسلامي أننا اعتبرنا الآراء الفقهية والإجتهادات الفقهية شرعا متقررا لا يجوز الخروج عليه ومن يخرج عليه ينعت بانه يستري الدين. مش ده اللي احنا بنسمعه دلوقتي في الصلاه الايام؟ اللي يجي ينتقد ذبح المضاحي بالطريقه البدائيه اللي انا شفتها سنه 82 لما رحت السعوديه رحت الحج. الحقيقه شفت منظر اثر فيا جدا. يوم النحر يوم الاضحيه. ناس قاعده تذبح وترمي الاضحيه في بعضها. الدنيا حر جدا كنا في شهر سبتمبر في السعوديه بيبقى حر جدا.
فيش خمس دقايق لا بتحرك نفسك وبقى قد كده هو بقى فوق بعضهم تيجي تمشي عشان ترجع ده تبقى ماشي فوق التحيات دي عمال تتمرجح كده لما كلها منفوخة كده قلت لنفسي الله يرحمه والدي كان معايا ما رضاش يروح قال لي لا انت انا مش رايح هنا فقلت لنفسي هو المسلمين دول اللي هيتخبلوا لدرجه ان هم فاهمين ان التضحيه انك تذبح الدبايح وتسيبها تذبح في الحر الشديد وهناك دول اسلاميه اخرى لا تجد اللقمه العيش اللي تاكلها انت يمكن يبقى ده اسلام ورحت قلت لوالدي الكلام ده قلت له حصل كذا كذا انا شفت منظر طبعا ما كانش معاه كاميرا ولا حاجه عشان يصوروا شفت منظر فظيع قال لي قلت له ده بيذبحوا ليه؟ قال لي اه هم طول عمرهم كده طول عمر الحج كده مئات الالاف من الذبائح تذبح وتلقى تبقى عامله زي الجبال جبال الذبائح اللي بتنفخ كلها بيعمل جبل بيتنفخ بيعمل يعني واحنا مضطرين نعدي من فوق وطبعا يقع على الحاجات دي ويقوم تاني يقع في الدم ويقوم تاني منظر لم انساه في حياتي كلها فكان سؤالي لنفسي هل هذا هو الاسلام؟ هل الاسلام ينظر مثل هذا الامر؟ فين بعد سنين طويله عمل حكايه صارت المتحده البديل النقدي البديل النقدي ياخد الفلوس من الناس في السعوديه بيعملوا ياخدوا وكلمت مع عصر كنت في 82 رجعت بقى زملاء السعوديين والطلبه بتوعنا وانا كنت بقول لهم هذا الكلام صحيح وكان في مخاطره جدا ان انا اتكلم بهذا الكلام العقلي اللي هو كله عقل ان هم ممكن يقولوا عليا ان انا مش مؤمن بالشعير انا مؤمن بالشعير بتذبح كل سنه عندي كان ماشي لكن تذبحها كلها بهذا الشكل وعندك امم اسلاميه وشعوب اسلاميه لا تجد بتموت من الجوع وانت تعمل كل ده فبعد كده عملوا صلاه الاضحيه وبدات تدفع صلاه الاضحيه وياخد الواحد يوزعه على السنه كلها ويبعته للدول الاسلاميه والدول الفقيره هل احنا حكمنا على الشرع القديم حكمنا على الاسلام ابدا انما هذا اجتهاد فقهي لو عملناه مش هيضرنا ابدا الاسلام هدفه المصلحه اينما تكون المصلحه فسمى شرعه مصلحه العباد اينما تكون المصلحه فسمى شرعه الاول شرعه بدل ما تحقق مصلحه الناس وهي الشريعه الاسلاميه ايه؟ ما هي فيها فقه المصالح في حاجه اسمها عندهم فقه المصالح مصالح الناس هي الاولى بالرعايه واذا تعارض اي حكم فقهي مع مصلحه العباد فهذا الحكم لا يحقق مصلحه العباد ويجوز الدخول اذا الخط الشديد بين الشريعه والفقه الذي يؤدي الى نعت كل من يحاول ان يفكر بالتطاول على المقدسات قال انا كنت عايز اقول له حكايه بتاعت الذبائح دي لان الكاتبه الصحفيه فاطمه نعود مره كتبت على موضوع المضحيه اللي انا بفكر فيه من 30 سنه وقتي كنت منتقده في عقلي طبعا انا ما كتبش الكلام ده ولا حاجه فاطمه نعود صحفيه سمعنا عنه اللي هو المدخن بالسكينه اللي هو في مثلا تبقى السكينه بارده اه المهم اتكلمت عن التضحيه بطريقه ما عجبتش فعملوا عليها خلت حكم وهرب البر وبعد كده رجعت بس هي المشكله فاطمه العود هي استخدمت اسلوب مستفز شويه هي الفكره صح ما هي برضه المشكله عندنا ان حتى هم يجددوا في خط المصطلح هم بيستخدموا الفاظ بتثير غضب الناس اكتر يعني ما بيحاولش يقرب الناس يعني مش عايز اشرح اسمها مثلا زي اسلام حكيمي زي الشيخ مثلا قال اسلام بلغاري انا ما سمعتوش الحقيقه انا سمعته يعني انا كنت معجب بيه جدا في البدايه بس بعد كده لقيته يعني انا معايا كتاب مثلا ابن تيميه الراجل بياخد فتره من اول الصفحه وفتره من الاخر عشان يطلع بره الموضوع خالص او يثبت وجهه النظر اللي عايز يقولها ان الراجل ده ما ينفعش تمام فانا ما اقتنعتوش بحث بصراحه لان هو ما ينفعش عليه في المستقبل انا بحييه على ان هو اخذ الخطوه دي ان هو حاول هو ده المسؤول بس هي المشكله في الاسلوب اللي جت هو بقى اسمع هي دي مشكله ان هو ما بيقدرش ان هو يكسب الناس لا هو معروف بيعتبر انه الطعن في امور دينيه هذا سبيل الى الشر والى ان تهتم به الناس والى ان تتابعهم ده مش مقصود ابدا انا كلامي عن تجديد الفكر الديني ليس ان احنا نطعن في الامور حتى لو كانت رموزا تستحق ان هي تتغير ممكن طبعا تتغير لكن مش معناها ان انا استخدم هذا لتحقيق مآرب شخصيه او مصلحه شخصيه او للظهور الاعلامي هذا امر طبعا يعني لا هي لو كانت استخدمت اسلوب افضل من كده في عرض الفكره بتاعتها كان اكيد هتلاقي لا ولو انا استعملت ولو انا استعملت عبد الرزاق عبد المنطقه برضه بعضهم كان بيطالب بتحكيم الاعلام
بعض قال لك لما نجيب محفوظ كان موجود النهارده كنا عندناه سترايك يعني وحاجات كل دي يعني انك عايز تبالغ في اي شيء ممكن تبالغ فيه. لو جينا بقى شفنا الفقهاء نفسهم اللي احنا بنتكلم عنهم ومقدسينهم وضعوا لنا قواعد فقهيه تسمح بتعديل الاحكام الفقهيه والاجتهادات البشريه بما يمثل عليها. وضعوا من قاعده مثلا الاحكام تدور مع علتها وجودا معها، قاعده لا ضرر ولا ضرار، قاعده تغير الاحكام لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمن. الفقهاء هم اللي عملوا القواعد، هم اللي قالوا كده. الامام ابو حنيفه اللي قال اذا وافق كلامي هذا كتاب الله فخذوه وان خالفه فاضربوا به عنه. قواعد فقهيه كثيره جدا تدل على ان هناك احكام شرعيه مقدسه لا خروج عليها، هناك اراء واجتهادات فكريه بشريه يمكن ان تتعدى وتتغير وتتغير. الامام الشافعي تغير مذهبه كاملا عندما انتقل من العراق الى مصر. لما راح عند العراق كان احوال اهل العراق تستدعي فقه، عمل لهم الفقه بتاعهم بقى مذهب شافعي. لما جه مصر لقى احوال اهل مصر تستدعي فقه اخر. بخصوص الطلبه اشياء كثيرة، فراح غير مذهبه كله وغيره عشان يتوافق مع احوال اهل مصر. الامام مالك اعتبر عمل اهل المدينه من كلمه الرسول في اصول الفقه اصلا من اصول مذهب عمل اهل المدينه، عرف اهل المدينه اللي هم بيعملوه. ده هو اللي بيعملوه ده بيحرم صلاه، وما دام ما يتعارضش مع كتاب الله وسنه رسوله اعتبر جزء من اصول مذهبه واصل من اصول المذهب. وبالتالي هؤلاء الفقهاء نفسهم وضعوا لنا ما يسمح لأن نحدث الفكر الديني، وأن نحدث الآراء، وأن نحل مشاكل العصر بما يناسب ما ظهر في هذا العصر. هنا بقى هتلاقي أي حاجة تسأل عليها الفقيه يقول لك مش هيقول لك عمره مش موجودة في الفكر، مش كده ولا إيه؟ تسأله على أي حاجة تقول له الموبايل حلال، الإنترنت حلال، مش عارف هيقول لك طبق مبادئ العامة في الشريعة الإسلامية. هي حلال أنت وحرام أنت، حلال لما تحقق مصلحة للعباد ويستفاد منها في فعل الخير وتحريم، حرام عندما تستعمل لإيذاء الناس والإضرار بمصالح المجتمع والإضرار بأمن الدولة والمجتمع إلى آخره. هنا الفتوى ممكنة مش ممكنة؟ لما استعمل الإنترنت الطعن في أعراض الناس والمساس بحرمات الناس الشيخ يقول لك حرام. لكن يقول لك انت بتستعمله في ايه يا ابني؟ تقول والله انا بستعمله احصل على المعلومات وارى ما يحدث في العالم من تطور. يقول لك لا، الحلال انك تستفيد منه لتحقيق مصلحه. يعني كده ممكن لاي حد دلوقتي يندي. نعم؟ كده ممكن لاي حد دلوقتي يندي. يعني انت لما فكرت ان الاجتهاد النسبية بتتغير من زمن لزمن او من مكان لمكان، فممكن ان اي حد مثلا يجتهد بناء على تطبيق مبدا زي الحاله اللي مش اي واحد لازم يكون له شروط في المجتمع. تمام. انت ممكن انت تفهم الامور بطريقتك بس مش هتفتي بالاجتهاد. انت بتطبقها على حاجه معينه. مش معناها ان انا بقول لكل واحد يجتهد يطبق الشريعه والحلول يبقى فقير. طبعا انا بقول نسمح لفقهائنا بان يجتهدوا بما يحل مشاكل هذا العصر وهذا الزمن، لكن مش كل واحد يتحول الى وزادهم مسيرين جدا. انا اعذرهم في جزء ولا اعذرهم في الجزء الاخر، سيئين جدا على الفتوى بالضبط. كل الناس عماله تكتب في التلفزيون وفي وسائل الاعلام والكلام ده، وعايزين يعملوا قانون في مجلس النواب دلوقتي بوضع ضوابط للفتوى وتجريم من يتصدى للفتوى دون ان تتوافق في هذه الضوابط. انا معاهم ان الفتوى ما تبقاش كده استاذ احمد، كل واحد يفتي. لكن انا مش معاهم لما هم متجمدين وسايبين الناس تلف حوالين نفسها ومحتاجة الآراء في المسائل أو المعرفة في حياتها وهم بيتقاعسوا عن سنه. من وجه أنا معاهم ومن وجه آخر أنا ضدهم. أنا معاهم في تقييم الفتوى وما تبقاش سلاح لكل واحد منهم، لكن أنا ضدهم في إن هم ينملوا العقول ولا يجتهدوا ولا يحلوا مشاكل. إيه اللي بيخلينا نفتي كلنا؟ إن ما عندناش ناس بتتصدى لشرح المسائل التي يجب أن تشرح للناس بما يجب أن يكون عليه الفقه الإسلامي والفتوى الإسلامية. راجل مفتي الجمهورية بيعمل مجهودات كبيرة جدا ولسه من قريب فتوى قريب أو قريب رأي يقول لك المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ما فهمتهاش كويس، كلمة حق يراد بها باطل. هي لسه قايل صح جدا
المسلم قال المطالبه بالصمت المطالبه بتطبيق الشريعه الاسلاميه في مصر كلمه الحق يراد بها الوطن. هو عايز يقول ايه؟ ان مصر تطبق الشريعه الاسلاميه في كل شيء، وان مصر قوانينها متوافقه مع الشريعه الاسلاميه. فاللي عمال ينادي بتطبيق الشريعه الاسلاميه، انا تاني ما كانش هقول الكلام ده ايام حكم الاخوان. كان هيقول تطبيق الشريعه الاسلاميه كلمه الحق يراد بها الوطن. فبعض الناس معناها عليه وتقول لي يا فضيله المفتي متى تكون كلمه حق يراد بها حق؟ المفروض تشرح لنا متى تكون كلمه حق يراد بها باطل ومتى تكون كلمه حق يراد بها حق. طبعا بعض التعليقات اللي بيكتبوا على الخبر، لكن هو خبر يعني كان شويه غريب بالنسبه لي ان تطبيق الشريعه الاسلاميه كلمه حق يراد بها باطل. وعايز اقول لهم انتوا عمالين تقولوا طبقوا الشريعه، ما الشريعه مطبقه عندك؟ ايه اللي مخالف الشريعه الاسلاميه في مصر؟ في حاجات طبعا مخالفه الشريعه الاسلاميه جميلة. لا يجوز الخلط بين الفقه الاسلامي والشريعه الاسلاميه، وبناء عليه انا عايز اوصله اذا وجد نص في اتفاقيه دوليه مخالف لراي في احد المذاهب الفقهيه فلا يجوز نعت الاتفاقيه بانها او هذا النص بانه مخالف للشريعه الاسلاميه. واذا تحفظنا بعدم مخالفه الشريعه الاسلاميه فليس معنى ذلك اننا نعت اي نص في اتفاقيه يخالف رايا فقهيا. الاراء الفقهاء ومذاهبهم متنوعه في كل مذهب على فكره، تجد كل مذهب في اتجاهات، تلاقي الامام ابو حنيفه وتلاقي صاحبين لهم راي والامام له راي، وده الاختلاف احمر لان ولي الامر يستطيع ان يجد في الفقه الاسلامي ما يحل مشاكل الناس في كل حاجه، واللي مش موجود يمكن الاجتهاد فيه عشان يبقى وفقا لما لضوابط الفتوى او يبقى اي مخالفه لاي راي في هذا لا يمكن ان تكون. طيب هو الموجود في مصر عندنا الحاله السائد في مصر عموما، يعني الواحد يقدر يقول السائد هو الفكر الوسط. وفكر الازهر فكر وسط حقيقه، وهو ينظر الى حقوق المراه على ان المراه لها حقوق. الازهر عنده وثيقه حتى اسمها وثيقه حقوق المراه، صحيح لسه ما نشرهاش لغايه دلوقتي، كل شويه يتكلمون عليها انه عامل وثيقه حقوق المراه وانه يؤيد حقوق المراه الى اخره. لكن هناك فكر ثاني برضه لازم نقول هو فكر السبب، هو بيعتبر ان المراه انسان لا شك في ذلك، لكن لا يقر المساواه الكامله بين الرجل والمراه في كل شيء. ويمكن انتوا لاحظتوا ايام الانتخابات اللي عملناها في 2012 تقريبا السلفيين كانوا شيء بيقدروا يحطوا صوره المراه في القواعد، يحطوا ولد يا ولد ده دليل على تقديرهم للمراه انها كولد ماشي كويس، لكن ده معناه موقف من ظهور المرأة في القوانين الانتخابية ان هو لا يصح. وهم حطوها على فكرة في القوانين الانتخابية لان القانون كان بيشترط اعرف معنى كده قيمته بتبقى برضه حطوها يعني مكره واخاك وبكره، فبس عايز يقلب من الموضوع وحط الوقت ده. فكر السلفي يرى ان المرأة انسان، مفيش حد يقدر يقول المرأة انسان لا سلفي ولا ايا كان، انسان طبعا لا شك، لكنهم لا يعترفون بانها انسان يتساوى في الحقوق مع بعض، وانه لا يجوز للمراه ان تتولى القضاء، لا يجوز للمراه ان تتولى الامامه، لا يجوز للمراه ان تتولى رئاسه الدوله، في حاجات كثيره جدا محرمه بالنسبه للنساء. طبعا كل الامور الخاصه بالولايه محرمه على النساء، فده يحكي النساء. طيب هل التحفظات الماده 2 ده لو حكينا ندخل على الماده 2، التحفظ على الماده 2 ده انا شايفه اخطر التحفظات حقيقه واقرب التحفظات، والتحفظ الواجب على مصر تسحبه فورا لانه في الواقع بيثير تساؤل مهم مع عدم التعارض. هل يوجد تعارض حقيقي بين الماده 2 وبين احكام الشريعه الاسلاميه؟ قد يكون هناك تعارض في بعض بنود الماده 2 مع بعض الاراء الفقهيه، لكن ليس هذا تعارضا مع احكام الشريعه الاسلاميه، لان هذه الاحكام الموجوده في القوانين الوطنيه او في الممارسات الوطنيه هي المتعارضه مع الشريعه الاسلاميه، وليست الاتفاقيه المتعارضه مع الشريعه الاسلاميه. وانا ضربت لكم اكثر من مره مثال بنصوص الزنا في القانون المصري. اخواننا نصوص الزنا في القانون المصري ليست مخالفه لاتفاقيه السجاو فقط، هي مخالفه للدستور المصري، وهي مخالفه للشريعه الاسلاميه وللنصوص القطعيه للثبوت في الشريعه الاسلاميه، لان الشريعه الاسلاميه لا تفرق بين الرجل والمراه، الزانية والزاني بالمساواة، العقوبة واحدة، الجريمة واحدة والعقوبة واحدة، وليس هناك شرط أن يرتكب الزنا في المنزل الزوجية إلى آخره، هناك زنا محصن وزنا غير محصن على تفصيل كبير جدا في كتب الفقه. فالمخالفة ليست في اتفاقية السلام،
ولكن المخالفة هي في نصوص القانون المصري وفي الممارسات الوطنية الموجودة فيها. المحكمة الدستورية العليا أسست الشرع والحرج على أساس ليه؟ المحكمة الدستورية العليا لما المحكمة المحكمة العليا الدستورية في المادة اللي هي بتميز بين الرجل والمرأة قالت لي ليه الشرع والحرج؟ ما فصلتش في طب بناء على إيه طيب؟ المحكمة الدستورية العليا ساعات لما تلاقي نصوص مثيرة للحساسية بتتكلم. أنا فاكر في نص كان في قانون الطوارئ كان مطعون عليه بعدم الدستورية من أكثر من 20 سنة. تمام. وجابت قبل ثورة 30/6 راح مرة واحدة مطلعة حكم في هذا النص وقالت إنه غير دستوري. اللي كان لها اعتبارات معينة في هذا الوقت هي طلعته في أيام الإخوان عشان تمنع طرح حالة الطوارئ في أيام الإخوان وإن كانت بتدي للحاكم العسكري إن هو يدخل تدابير كثيرة جدا لتقييم الحريات فقالت إن ده مخالف للدستور وغير دستوري إلى آخره. ساعات بتجد حساسية في الفصل في بعض النصوص فتتنيمها عندها وتسيبها وتفصلش فيها. يعني النصوص الزيادة دي مطعون فيها المادة 237 اللي هي الزوج اللي ياخد زوجته ويقوم تلبسها كمية على الزنا وعدم المساواة فيها ومخالفتها للدستور ومخالفتها للشريعة الإسلامية كل القواعد الدولية حتى المخالفة لها لم تفصل فيها حتى. طب لو محامي قدم مثلا في قضية مثلا المتهمة مثلا قتلت زوجها بناء على فلوس كتير. هيدفع معاها فلوس كتير. أسس دفوع على عدم الدستورية. المحكمة إذا قدرت جدية الدفع حتى تسمح له برفع دعوة دستورية. عايز يرفع دعوة دستورية والدعوة تبقى المحكومة وحتى تفصل المحكمة الدستورية وهي لم تفصل في هذا الموضوع. ما تفصلش في الحاجات الحساسة. طيب هذه إذا أول حاجة إن النصوص التمييزية دي مش مخالفة ليه؟ الشريعة الإسلامية ولكنها مخالفة للقوانين الوطنية نفسها اللي فيها عدم مساواة بين الرجل والمرأة. اثنين احنا قلنا برضو انه الادعاء بأن الاتفاقية تتعارض مع المادة الاثنين تتعارض مع الشريعة الإسلامية في ادعاء ضمني بأن الشريعة الإسلامية لا تقيم المساواة بين الرجل والمرأة وبالتالي أن الشريعة ضد هذه المساواة. الدليل أن هي مش مخالفة للشريعة الإسلامية أيضا بعض الدول الإسلامية والعربية لم تتحفظ بالتعارض مع الشريعة الإسلامية في دول زي تونس زي ليبيا زي المغرب زي الجزائر ما عملتش هذا التحفظ التعارض مع الشريعة الإسلامية وده دليل على أن المادة 2 ليس فيه. الدليل المهم كمان أن الدول التي طالت التعارض مع الشريعة الإسلامية لم تقدم دليلا واحدا على فرض في ورود هذه المادة 9 في تعارض مع الشريعة الإسلامية. أنا أفهم انك متحفظ على المادة 2 بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية بتقول لي يعني البند 1 يتعارض، البند 2 يتعارض، البند 3 وادي اول تعارض يبقى انت كده بتسلم التحفظ بتاعك بأدلة قائمة على ان هناك تعارض مع احكام مجرد انك تتحفظ بعدم التعارض هذا يوحي لان المادة متعارضة فعلا مع الشريعة الإسلامية في كل بنودها وان المادة التي تقر المساواة وتدعو الى ازالة كل اشكال التمييز متعارضة مع الشريعة بما يفيد ان الشريعة الإسلامية مقرة لا تقر المساواة وان هي بتقر بالتمييز بين الرجل والمرأة. يبقى مصدر التمييز هو ليس الشريعة الإسلامية ولكن هي القوانين التمييزية والتعارض مع الشريعة الإسلامية هو مجرد ساعة لا تسند الأدلة ولا تسند النصوص الموجودة وإنما هو فقط الدولة تقوم به لإيجاد المبرر للتحفظ على نص في نصوص اتفاقية وقدسية على التحفظ بس عايزة تعمل قدسية على هذا التحفظ حتى يبدو أمام الرأي العام عندها إن مصر إحنا دولة لا نقر أي مخالفة للشريعة الإسلامية وإن إحنا متحفظين على هذه المكان. الدليل على ذلك كما قلت لكم هو المجلس القومي لحقوق الإنسان في المراجعة الدولية من 2006 إلى 2009 طالب الدولة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاعنا وده مجلس يعني مجلس سوري عليه حكومة يعني بيعين رئيس الجمهورية وبيعين أعضاء رئيس الجمهورية والقانون بتاعه بيقول مجلس النواب وهو مجلس شبه حكومي يعني لا يمكن ان يكون ضد الدولة محدش يقدر يقول ضد الدولة ضد الشعب مش ضد الدولة. وهذا المجلس أوصى بضرورة سحب التحفظ على المادة 2 من اتفاقية مكافحة أشكال التمييز. مجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه بتاعنا في مصر بيطالب بسحب هذا التحفظ ده ليه؟ هل معقول يبقى فيها تعارض مع الشريعة الإسلامية ويجي المجلس القومي لحقوق الإنسان ويسحب التحفظ؟ لا ما ينفعش طبعا هذا الأمر وبالتالي هي لا يبقى فيها تعارض وإنما التمييز اللي موجود عندنا هو تمييز واقعي تمييز قانوني مخالف للدستور قبل أن يخالف اتفاقيات السجارة وبالتالي المادة 2 أنا في رأيي لا يوجد فيها بند واحد
يعني اقرا الماده كويس جدا واقرا النصوص بتاعتها كويس جدا، لا تجد فيها نص واحد مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه. الماده 16 اللي هي اللي بقى بتتكلم عن نقاط الاسره، نقاط الاسره في مصر هي قائمه على كثير من المفاهيم الخاطئه، ودي اللي بتخلي الناس يقولوا عن اتفاقيه السلام انها متعارضه مع احكام الشريعه، وانها عايزه تفسد الاسره المصريه، عايزه تدمر المجتمع المصري، انها ضد المجتمع الاسلامي، عايزه المراه تعيش عيشه كما تشاء الى غير ذلك. هذا الواقع انه يوجد تعارض بين الماده 16، وانا هستعرض لكم بنود الماده 16 دلوقتي. فيوجد تعارض حقيقي بين اي مبنى، الحته اللي مسكوا فيها حكايه التبني المستوى فيما يتعلق بالتبني، فهي ما قالتش ان الدول تنشئ التبني، ما لزمتش الدول انها تعمل تبني، ده هي قالت لو في نظام تبني او ما يشابهه من الانظمه. وانا قلت عندنا نظام كفاله اليتيم، هذا نظام لا يمكن ان تكون الشريعه الاسلاميه ضده. مثلا حكايه التبني على بص في الاسلام بتقول التبني، يا عم هي قالت لك اعمل تبني، هي قالت عندما توجد هذه الانظمه في الدوله سوي من الرجل والمراه. لو انت يا دوله عندك نظام تبني خلي المراه تحتها تبني والراجل ده، لكن او عندك ما يشابه ده من الانظمه برضه سوي بين الاثنين حينما تكون هذه الانظمه موجوده. ما قالتش اعملوها، ده قالت لو موجوده سوي. وذلك البعض زي ما قلت لك اللي عاوز يطلع اتفاقيه السداوي الاتفاقيه عفريت يروح يمسك اي حاجه فيها ويكتب عليها صفحتين. انا شفت على النت كتير جدا ستات بتكتب وداعيات بتكتب وتقول لك اتفاقيه السداوي التي جاء بها الغرب في تدمير المجتمع الاسلامي، هو هذا المجتمع الاسلامي ما استفيد. يعني يا جماعه واحنا بندمر نفسنا اكثر من الغرب بيدمرنا، يعني المجتمعات الاسلاميه نفسها احنا عاملين شغل كويس جدا. لو الدول فكرت ان هي تدمر فينا مش هتلاقي افكار احسن مننا. انا دايما كنت بقول زمان للناس اللي هم بينتقدوا كل شيء والرعب ويقول لك عشان ده الغربيه وبتاع، يا اخوان ده لو استقلوا فكرت تاذينا وتعمل فينا اقصى حاجه ما كانتش هتوصل للفكر اللي احنا وصلنا له. ما كانش هتدمر الزراعه وتدمر الصناعه وتدمر العلم وتدمر السفر. احنا عايزين حد يجي يدمرنا. يقول لك بس الناس بتكتب كده بتتلاعب بالعقول الكاتبين. قرات مقالات كثيره واتفاقيه السلام وتبيح التبني وتبيح زواج المثليين. عارف نص كده في اتفاقيه السلام بيتكلم عن قواعد الماده 16 مكتوب عليها التبني، مفيش تعارض اي تعارض الحقيقه بين هذه البنود الواليه في الماده 16 كلها وبين احكام الشريعه الاسلاميه. بدليل ان تحفظات الدول العربيه والاسلاميه كلها ليست واحده في دول ما تحفظتش وليست متماثله بالنسبه للدول المتحفظه. بعض قال لك مش شرط عدم تعارضها مع قوانين مصر، بعض قال مش شرط عدم تعارضها مع الشريعه الاسلاميه، بعض ما تحفظش عليها خالص في دول المغرب العربي، لان التحفظات كلها غير مؤسسه، ما حدش ادانا دليل في نص معين او في بند من الماده 16 قال يا جماعه البند ده متعارض مع الشريعه بسبب كذا، مفيش اي دليل على هذا التحفظ. ايضا لو شفنا التطور في بعض الدول العربيه ومنها مصر يدل على انه فعلا الماده 16 ما فيهاش تعارض مع الشريعه الاسلاميه. مصر في مجال حقوق المراه خطت خطوات كثيره جدا، عملت قوانين وعملت انظمه في الاحوال الشخصيه، عملت خلع المراه تستطيع ان تنهي العلاقه الزوجيه، كما نصت اتفاقيه السداد بعدها بكام سنه عملت القانون واحد سنة تفكير بتاع الأحوال الشخصية، المرأة تستطيع نظام التمييز في الميراث بين قصدي نظام حرمان المرأة من الميراث، حرمان المرأة جرامة أخيرة لسه في 2016 يمكن مش هتلاقوه في الكتاب ده كان كتاب مطبوع قبل كده، أصدرت قانون التدريب الختاني للناس وعقبت عليه السجن المشدد وعقبت رب الأسرة الذي وأنا لا كتبت يا عم كانت من 2009 طبعا قديمة اللي مش هتشوفها، قالت انه لابد من تجريم ختام والعقاب عليه بعقوبات مشدده والعقاب وليه امر الفتاه الذي يوافق على، يعني طالما عقد شرعي امر الفتاه عمرك ما اهتم معاه. يعني اصل مصر عملت حاجات كثيره جدا في مجال حمايه المراه، لو كانت اتفاقيه السلام متعارضه مع الشريعه الاسلاميه كان كل هذه الانظمه لا يمكن ان تكون موجوده في هذه الحاله. يبقى ما فيش تعارض حقيقي بين المال. طب احنا نتاكد من ايه؟ مش تعارض البنود. اول حاجه نفس الحق في عقد الزواج. انتوا عارفين يعني ايه نفس الحق في عقد الزواج؟ يعني يجوز للمراه ان تبرم عقد زواجها بنفسها لا تستطيع الرجل ان يبرم عقد زواجه بنفسه. ده معارض الشريعه الاسلاميه؟
يقول لك بقى بقول معارض ليه؟ جمهور الفقهاء لا زواج الا لولي وشافعي. طب يا اخوانا ايه الولي؟ يعني ايه المقصود بالولي؟ رضاء الولي. المقصود هو رضاء الولي. اذا رضي الولي فقد تحقق شيء. طب الاحناف بيقولوا ايه؟ يجوز للمراه ان تعقد زواجها بنفسها وان تكون وكيله عن الغير في تزويج الغير. يعني ممكن المراه تعمل عقد زواجها هي بنفسها وان هي تكون وكيله عن الغير في تزويج الاحناف. واحنا مثلا ايه؟ الزواج عن الغير مش هتلاقي. عايزين اقول لك على مثل الامام ابو حنيفه بن نعمان او ابو حنيفه اللي احنا واخدين بيقول يا اخوانا المراه تستطيع ان تزوج نفسها بنفسها وان تكون وكيله عن الغير. انا لما جيت اتجوز بنتي سنه 2012 وهي طبيبه وزوجها طبيب. جاء المخزون في البيت وهيعمل عقد الزواج قعدت لهم هي وزوجها. وقلت لهم انتوا بقى اللي هتعملوا ايه الزواج؟ انت تحط ايدك في ايده. والمخزون قال لي يا دكتور. قلت له يا مش ايه المشكله؟ قال لي ما انت وليها موجود. قلت له طيب وايه المشكله؟ ما الاحناف مش بيقول ان يجوز للفتاه ان تزوج نفسها. قال لي ده كلام الغلط. قلت له غلط يا عم فين هقول لك يا عم فين؟ يلا ابوه موجود وانا موجود. قال لي ما انت هتعملوا ايه؟ قلت له احنا الشاب ايه؟ احنا وهي حطت ايده وحطت ايده في بعض ومناديله وهي قالت الكلام المخزون. المخزون كان حاسس كده ان هو ميت. ده راجل ده جاي منين؟ ده مش مصر ده. وقعد يمليها وهي قالت وهو الراجل جوزها رد عليها وقال الكلام. بعدين رحت قلت لها قضيه الشيخ وايه المشكله؟ قال لي عندك حق والله يا دكتور بس جمهور الفقهاء. قلت له احنا بناخد بجمهور الفقهاء ولا بالحنفيه في مصر؟ مش عارف لسه قايل دلوقتي ابو حنيفه في النعمان ان انت بتتكلم دلوقتي وانت بتعمل الخطبه بتاعتك. قال لي اه والله. اقتنع. ليه؟ هي بس عادات وتقاليد. احنا مش عايزين نكسر هذه التابوهات وماشيين عليها. واي حد يقول لنا بس ده ضد الشريعه يبقى ضد الشريعه. خلاص احنا مع الشريعه. طيب يبقى هتزوج نفسها بنفسها دي مساله ما فيهاش اي مخالفه للشريعه الاسلاميه. ده لما نيجي عند الزواج هنقول ايه؟ في الشريعه الناس فاكره في مصر وفي المسلمين ان الرجل هو الذي يخطب الفتاه. مش كده ولا ايه؟ ان الواحد اللي بيروح يخطب البنت ده في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي يجوز للفتاة أن تخطب الولد. ده في دكتور إمام قال إن ده حكم موجود يغفل عنه الكثيرون وهو من صميم الإسلام. زي ما الولد له أن يخطب البنت البنت لها أن تذهب إلى هو وتخطب لنفسها. بس المجتمع المصري هيقول لك مش تمشي دي يبقى ليه ده الشريعة ولا سفارة؟ دي ثقافة مجتمعية، ما نجيش بقى ناخد الثقافة بتاعتنا المتجمدة ونلزقها في الشريعة زي أصل الإسلام بيقول وأي حاجة تيجي غير كده، لا، لا في الزواج عندنا يجوز الفتاة تخطب الولد ولا حتى في مثل بقى مش فاكر بيقول إيه؟ اخطب لبنتك ما تخطبش. يعني الواحد لما يخطب واحد لبنته ممكن وجالس في الشريعة هنتكلم عنه لما نيجي عند الزواج. البند الثاني يقول ايه؟ نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج الا بالله الكامل. حد يقول ده في الارض ما الشيء الزوج. يعني كما للرجل ان يختار زوجته للمراه ان تختار زوجته. هو الزواج يمشي ازاي يا جماعه؟ اذا ما كانش يختاروا بعض بالله حر وعدم انعقاد الزواج الا بالله الكامل. هو مش حتى المأذون بيعمل عقد يروح ياخد العقد ده ويمرض البنت اللي قاعده جوه مستخبيه لوحدها مع صحابها يروح يمرضها. طب هي لو كان الزواج مش برضاها الكامل كان تقطيعها هيبقى له اهميه؟ كان المأذون يستنى لما ياخد الضفه ويروح يمرضها؟ لا ده الاسلام صحيح. فلما تيجي اتفاقيه تقول نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج الا برضاها الكامل يقول لك يا عم ايه المخالفه؟ حد طلعني مخالفه؟ الرضا هنا هل هو رضا المراه ولا رضا الولي؟ رضاء الاثنين الوالد والمرأة. ولما اقول لك لا زواج الا بولي اي برضاء الولي. وانا لما كنت بضطر للقيادات النسائيه في المجلس القومي ما قلت لهم خلي بالكم مش معنى ان انا بقول لكم ان المرأة تزوج نفسها بنفسها يعني كل واحده تروح تقعد على لسانها لابوها وتقول له انا رايح اتجوز ماليش دعوه بيا. قلت لهم احنا مش قصدنا كده. احنا بنعرفكم بالحقوق اللي موجوده ايه في القانون المصري. لكن على الفتاة انها تستشير اهلها فاكثر منها عقلا واكثر منها حكمة واكثر منها استقرار. هي بتحكم بعواطفها لكن هم هيزوروا الامر نظرة موضوعية.
يعني برضه ما بنقولش نمهل ونبنى انشاء، طبعا نخلي الامور سلاح مداخل، والبنت بقى ابوها ماليش دعوه، ابويا ولا امي ومحرين ياكلوا بعض ماليش دعوه، انا اتجوزت خلاص وانا ضد ايه ومرضى بيا، لا ده كلام ما حدش بيقول طبعا. لكن احنا بنقول هل هذا في الشريعه الاسلاميه شعار حلو ولا مش شعار؟ هذا شعار. لما يجي حد يقول لي الزواج يا رب، ايه رايك بقول له مش شعار، ده حكم شعار، شعار شعار 100%، ما دام في اتجاه وقبول ومش هتجيب خلاص بقى شعار. طب والتوصيل؟ نقول له التوصيل ده الاحفاظ على حقوق المرأة، على حقوق المرأة، الزواج العرفي ضد، احنا هندرس اشكاليات الزواج بعد كده ضد حقوق المرأة، لكن هو شرع ولا مش شرع؟ كل حق شرع. هنا عدم انعقاد الزواج ابدا. بنى الثاني نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج. هنا الحته دي اللي بقى نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج. طبعا نفس الحقوق. والتشريع المصري على فكره متطور جدا. هنشوف برضه لما نتكلم عن الزواج في حقوق للمراه تستطيع ان تثبتها في عقد وثيقه الزواج الجديده، لها ان تثبت امور كثيره. لماذا تقول منقولات منزل الزواجين؟ انه لا يستطيع ان يتزوج بغيرها الا بارضاء كتابي، ممكن تكتب في عقد الزواج كده، بس للاسف العادات والتقاليد ما تسمحش للفتاه انها تضع هذا الشروط. لما قلت له في المجلس القومي المرأة في الجيش قال والله العظيم احنا نعرف ان ده موجود في القانون المصري. لو حد قال لنا غيرك ما كناش قلنا حاجات موجوده، تفويض الزوجه في التقرير نفسها، اشتراط اذن الزوجه في كتابتها في حال زواج زوجها الاخرى، والذي ممكن يحطه في عقد الزواج ده، تحديدا ان تكون له المنقولات الزوجيه ومسكن الزوجيه في حال الطلاق او الوفاه، اضافه لنظام الخلع. نظام الخلع ده بيسمح للزوجه بان تنهي العلاقه الزوجيه كلها وان تتنازل عن حقوقها الشرعيه. نفس الحقوق والمسؤوليات كوالده، بغض النظر عن الحاله الزوجيه مع كون مصلحه الطفل. طبعا هو الطفل ده هيتربى بالاب لوحده ولا بالام لوحدها؟ لازم الاثنين، وذلك لما تيجي الطلاق تقليدي ده في مصلحه المجتمع وفي مصلحه الاسره. ليس ضد مصلحه الاسره بل على العكس هو الذي يحق عشان الاطفال تكون تربيتهم من الاكبر. نفس الحقوق في موضوع الانجاب، مسؤوليه مشتركه بين الزوجين، والحاجات دي على فكره ربما بالنسبه لهم الكلام ده ما حدش بيدرسه ولا حد بيقول، لان ده اصلا ده جزء من الماديات ومن ثقافه المجتمع المتوسط. ما عندهمش حد بيدرس على فكره حقوق المراه، ولو قلنا لهم هناك حد بيدرس في مقابل اسمه حقوق المراه يقول لك هي حقوق المراه ليه حقوق الراجل؟ هل هي مثلنا ايه؟ هي حقوق الانسان كلها حقوق زي ما بيقولوا حقوق الانسانيه للمراه. نفس الحقوق والمسؤوليات في القوامه والولاده والوصايا على الاطفال وتبنيهم. نحب بقى كلمه وتبنيهم دي نتعلقوا فيها. زي اللي عايز يدور على اي حاجه عشان يمسك ده، هذا النص ما بيقولش ان نظام التبني لازم نعمله عشان صدقنا على الفتاه مع اهلها. قال لك الماده بتقول الشريعه الاسلاميه فيها طبعا كفاله التبنيه، الماده 16 من الاتفاقيه لا تلزم الدول الاخذ بكل ما ورد فيها من بنود، فهي بتتكلم عن ايه؟ تسمح بانظمه اخرى بديل بدليل ما ورد في هذه الفقره من التعريف او ما شابه ذلك من الاعراف. ولما الزمتش الدول لانها تنشئ نظام انت قالت حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني. لما يبقى عندك في التشريع الوطني حاجه اسمها التبني، احنا فرضنا سووا بين الرجل والمراه في الموضوع. مش بس ما عندكش، عندك نظام بديل سووا بينهم في النظام البديل. الانظمه دي مش موجوده عندك، سلام عليكم مفيش تسويه في حاجه، سووا في حاجه مش موجوده مش مهم. فبعض يمسكوا لك اتفاقيه سيدي بتتكلم عن التبني. يا ناس اللي قالت تعملوا تبني، هي قالت تنشئوا نظام تبني. ده بتقول لك نفس الحقوق والمسؤوليات في القوامه والولايه والمصالحه اطفال وتبنيين. لو في تبني سووا بين الرجل والمراه، مفيش في نظام بديل، حتى لو مفيش نظام بديل. قال لك حين توجد هذه الاعراف اذا كانت موجوده يبقى سبب بين الرجل والمراه. نفس الحقوق الشخصيه بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسره والمهنه ونوع العمل. ان المراه يكون لها الحق في اختيار اسم الاسره. تعرفين الاسلام؟ اكثر تقدما من الانظمه الغربيه. الانظمه الغربيه لما المراه تتزوج بيضيع اسم اهلها، اسرتها بتبقى مدام فلان. وتتكتب في الاوراق الرسميه خلاص اسم عيلتها مات بالزواج، انتهى بالزواج. لما يحصل طلاق او انفصال تستجيب لاسم اسرتها، لكن ما بقاش اسمها الاصلي في الاسلام ما عندهاش كده. تفضل تحمل اسم اسرتها مدى الحياه.
عمر ما حد قال انها تاخد الاسره، يبقى الحقوق الشخصيه الحق في اختيار اسم الاسره، حق في اختيار المهنه. ايه المشكله ان المراه تختار مهنتها؟ لازم كل الستات تشتغل بيات مثلا، تشتغل ممرضات بس، ما ينفعش تبقى دكتوره. ايه الكلام مش فاضي ده؟ يقول لك تختار المهنه، لا يعني انت بتسويها بالراجل كده تختار المهنه كمان، امال يعني شغلها ايه؟ تخدم في البيوت وخلاص، مالهاش شغلانه غير كده، تربي الاولاد بس وتعمل اكل للراجل. عايز اشتغل اشتغل لو في عمل، اصل الناس يقول لك اصل المراه لما تشتغل بتلعب بقرار الرجال. هذه هي حجه العاجزين، حجه الناس اللي ما بتفكرش. ما انت لو عايز تقضي على بطاله الرجل والمراه امشي فرص عملك تكفل الاثنين مع بعض. يقول لك اصل لو شغلنا الستات يبقى الرجال يقعدوا في البيت. خدت اللي يقول كده يبقى خدت البيت. ما انت دليل على انك ما عندكش بيت. لو عندك فرق كنت تحول البلد دي كلها لفرص عمل، بحيث يسيبوا الاجانب يشتغلوا عندنا كمان. الستات اللي من بره دي تشتغل عندنا والرجاله بره يشتغلوا عندنا ويبقى فرص العمل كتير. لكن انت مش قادر تعمل فرص عمل عاجز عن التفكير وعن الابداع وعن عمل حدود خارج الصندوق. تيجي تقول لي اصل لو المراه اشتغلت يبقى الرجاله هيقعدوا في البيوت. لا، لو ما عندكش فرص عمل دي مساله اختيار ونوع العمل اللي هتشتغله. طبعا ده من حق المراه تشتغل. نفس الحقوق فيما يتعلق بالملكيه والحيازه وغسل الممتلكات. المراه في الاسلام اموالها مملوكه لها ملكيه خالصه. لا يجوز لزوجها ان يتصرف فيه ولا ان يخبرها عن نوع من انواع التصرف ولا ان ياخذ منها مال ولا ان يلزمها بالانفاق على الاسره. اللي بالك دي مهمه جدا. لا يستطيع ان يلزمها حتى لو كانت تعمل. اللي بالك حتى المراه لو تعمل ما تحصل عليه من اجر وحق خالص لها. لان الاسلام جعل الانفاق على المراه من واجبات الزوج. خلي بالك من واجبات ان ارادت ان تنفق على الاسره فهو من قبيل التفطن ومن قبيل الكرم ومن قبيل حسن الاخلاق. ده المراه اكثر من كده اقول لكم بعدين لا تلتزم بالخدمه في بيت زوجها. تصور ده كله بالفقه الاسلامي اللي ما حدش بيشوفه. لا تلتزم بالخدمه لانه قال لك ده عقد زواج مش عقد عمل. هي مش بتشتغل عنده عشان تروح تخدمه في البيت. امال مين يا عم يخدم؟ هو اما ان يغتسل الخدمه او ياتي لها بخادمه تقوم باعمال الاسره كان قادرا على ومع ذلك يعني نقول الى هذه النعمه الفرعيه. وطبعا هذا موجود والمراه ليس عقد عمل ولكنه عقد زواج والزواج اعراضه كذا وكذا وليس منها العمل. فان قامت بخدمه زوجها وابنائها فهو كريم خلق من المراه وتفضل منها ولكنها لا تجبر على ذلك القضاء. شوف شوف قد ايه اخواننا الاسلام بيقولوا عليه المراه مش عارف ايه والمراه في الاسلام اربعه ابدا هذا اربعه احسن من اربعه ورد. طيب ان هي الملكيه تمتلك وتحوز وتدير اموالها وممتلكاتها وتتصرف عندها اهليه قانونيه كامله. عندنا الاهليه القانونيه للمراه اهليه قانونيه كامله لا غير منتقصه في اي امر كان. هذا الكلام يؤدي الى القول بانه لابد التعارض. هذه الماده 16 هي نسيت فيها ولا لا؟ انا جيت في بند بند. اي بند من حقوق المتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه؟ الشريعه تنكر اي بند من دول دول؟ المرأة مالهاش حق في اختيار الاسم، مالهاش حق في اختيار نوع العمل، مالهاش حق في اختيار الزوج، مالهاش حق في ان الزواج يكون بالله كامل. نعمل زي زمان اللعيبة لما كانوا يتجوزوا البنات ما تشوفش زوجها يوم الفرح قبل كده. لا، انا عندي ابن عم في الارياف في البحيرة زمان اول ما يتجوز من 50 سنة كنت انا الثانوية العامة عليها فقلت له انت زوجتي؟ قال لي انا انت عايز تزورها؟ شوف قطيبتي يا ابن عمي هو ده بيعلمني الكلام ده في المدارس. قلت له لا مش واحد بص ازاي؟ افرض انت كان نفسك واحده بيضاء وجات لك صنعه بتاعت عينها خضراء وجات عينها زرقاء تحت باب خلاعتك قال لي انا عليها ايه؟ والله العظيم انت كلام يمكن من سنه 66 وقبلها كمان كانت مساله انك مجرد ما تشوف خطيبته هل الاسلام يرفع لذلك؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال انظر اليها حتى تجد ما يدعوك الى الزواج منه. يعني لازم تشوف، لازم تتكلم معاه، لازم تشوف الثقافه ماشيه ولا مش ماشيه. فالحين عندهم زي ما كان هذا ولا الصعيد؟ الصعيد طبعا. لما الواحد كان رايح يكتب بنته الاب يهيك فيه يقول له شفتها ولا ايه؟ انت شفتها ولا ايه؟ مصيبه لو كان شافها قبل كده. ما جاي هو جاي يخطب ايه؟ يعني جاي يشتري بس البقره ايا كان موسى ما جايش كده. البقره لازم تشوفها ولازم تخبط عليها وتشوفها. عندنا
يا جماعه لما حد يقول السلاح مخالف للشريعه قول له لا مش مخالف للشريعه، مخالف للعقول المفهومه بالثقافات المحدوده بالفكر المنضبط وليس للشريعه الاسلاميه على الاطلاق. واحنا عندنا في الواقع احكام الشريعه الاسلاميه جاءت ايه؟ اعطت المراه ما يزيد على اتفاقيه السلاح حقيقه اعطت لها وكل الحاجات اللي هم بينتقدوا وفي بعض احكام البلد اللي هي تقدر كل مره. لكن النهارده لسه انا كنت الصبح في مؤتمر في القاهره يطالب بان يكون تعدد الزواج باسم باذن القاضي وان يكون النهارده قريت الضمان الاحرام ان يكون تعدد الزواج باذن القاضي وان يكون الطلاق باذن القاضي. مركز المصري لحمايه المراه الاستاذه نهى المصري العام النبوي في القاهره يطلبوا حاجات احنا بنتكلم عنها من 20 سنه 30 سنه النهارده جاوا ان هم يقولوها كده على المؤتمر والامام صوره وكان عدد الزواج دي اشكاليه هنتكلم عنها الاشكاليه في الزواج طبعا. وكان بيقول له ان عدد الستات اكبر من عدد الرجال. الجهاز المركزي بتاع نص مليون عامل احصائيه قال لك المجتمع المصري وصل ل 100 مليون 49% منهم من الاناث، يعني الرجاله بقوا اكبر من الستات. هم كان حجتهم في عدد الزواج يقول لك ايه؟ اصل عدد الستات اكبر من الرجال. ودي حجه على فكره مش علميه، لان الوفيات من الاناث الاجنه اقل من الذكور. المراه اطول عمرا من الرجل، يعني حاجات ثابته علميه من اساله عنها الاطباء يقول لك عليها. فلا يمكن يكون عدد الاناث اكبر من عدد الذكور. دي كانت لسه الاحصائيه مشهوره قريب يقول لك انه عدد النساء في مصر 49% والرجال 51، يعني الرجال احصوا عدد من الست. دي الحاجه اللي كانوا بيقولوها عشان تعدد الزواج، عشان ما يبقاش في امراه لا زوج لها غير متزوجها لان هم اكبر. فكان كلام يعني كلام غريب جدا. كل ده في الواقع يحتاج لعدد. دي ثقافات، دي افكار قديمه لا نفكر. طيب هذا فيما يتعلق بالتحفظات. ايه بقى وضع الاتفاقيات الساعه؟ وضع الاتفاقيات هو كده. تمام؟ صدر من غير عدد صغير خلي الواحد ايه عايز يقعد معاه ويتكلم معاه في تليفون نظري كل واحد يكلم الثاني كل واحد يبشش الثاني كل واحد يبقى مشجع. طيب احنا بس عايزين نعدل بعد كده ان شاء الله وضع الحكايه الدوليه لعلوم الانسان في نظام القانون المصري. انا اتكلمت عنها كتير بس هحطها بقى في القالب القانوني بتاعها. ايه هو وضع هذه التحقيقات وايه موقف القضاء المصري من الحكايات الدوليه سواء كان محكمه المعهد سواء كان القضاء الاداري سواء كانت المحكمه الدستوريه العليا سواء كان المشرع المصري في نصوص معينه. الحقيقه بيضفي على الاتفاقيات الدوليه قيمه وقوه تتجاوز ما هو سابق للقانون. انا هتكلم عنه ان شاء الله حد عنده اي استفسار يا دكتور؟ بالنسبه لحضرتك حضرتك قلت عن قرار الرسول اللي هو ناقصات عقل المدين. انا قريت فيها دكتور تحليل القرار ده. هو فعلا الرسول قال كده بس مش الهدف منه ان هل انا على سبيل المثال انا لسه قاري واحد شيخ كاتب من يومين ان الرسول كان يمزح مع السيدات. بس دكتور الرسول حتى لما كان بيهزر ما كان بيتكلم